أكثر شخص راح يبعد عن الشرطي له 50,000 ريال. راح ننقسم إلى 3 أفرقة، وكل فريق عنده تحديات يجمع منها فلوس، وممنوع إنه يصرف على السفرة غير الفلوس اللي يجمعها من التحديات. وعلى كل تحدي تخلصه راح تأخذ أنت وفريقك مبلغ له خاص، ممكن يكون عالي وممكن يكون قليل، ولكن فيه قوانين يجب على كل فريق إنه يلتزم فيها. ممتاز. القانون الأول: ممنوع تستخدم فلوسك الشخصية للسفر، الفلوس فقط تجي عن طريق التحديات اللي تسويها هنا. القانون الثاني، وما أدري ليش انوضع، ممنوع تطلع برا الرياض بسيارة. طيارة ولا ماشي بكيفك؟ طيارة. القانون الثالث والمهم، ممنوع تسوي التحديات اللي تنعطالك بالقصر، لازم تطلع وتسويها في أرض الله الواسعة. القانون الرابع القانون الرابع يا جماعة، في حال تسلمت للفريق التحديات وراح تعرفون الأفرقة، إذا خلصت عمود طولي أو عرضي راح تأخذ بونس 500 ريال. حلوة حلوة، وتقدر تستخدمها في السفرة حقتك. والقانون الأخير، ممنوع أنك تسافر لحالك، لازم ثلاثتكم مع بعض. ومين الثلاثة؟ الآن راح نعرف الأتيان. في حاجة ما يعرفونها الشباب، جائزة المبلغ 50,000 ريال، وال50,000 ريال مقدمة من باور إي سبورت. فبما أن 50,000 لن تقدم مني أنا، فأعلن مشاركتي في هذا المقطع. والله العظيم إني لا أعرق ولن أرحم، واللي معاي بالتيم الله يوفقه. والله يا جماعة إني ما شاركت في وضع الأسئلة أو تحديد المسارات أو الجوائز، إني مثلي مثلهم كلهم، لا أعلم بأي حاجة غير اللي تعلمونه أنتم. مثلي مثلكم أنا، شفتوني أقراها قدامكم وكل شيء الإعداد مجهزين. تحلف قسما بجلال الله إني ما أدري عن أي حاجة. ممتاز؟ ممتاز. جاهزين نقسم الأفرقة؟ التقسيم مسوينها هم للتنظيم، أنا ما يدخل. الفريق الأول هو فريق أبو السعد، أبو سويحل، شونج إكس بونج، وأنا برجالة طيبين. تيمي اللي أراهن عليه. التيم الثاني، بسم الله، تيم الفلوس والله العظيم، عبد الله أزم. الغاية عبد الله أزم. بديتها معكم مستكا وفارس. ايوه. التيم الاخير، لا اصبر ما جاء من البدايه، خلنا نبدا احنا، تصرفوا معه. التيم الاخير راكان ريان روب. والله بالغلط، والله بالغلط. راكان ابراهيم روب. تعودت. اخواني الكرام، راح تبدا 24 ساعه من اللحظه اللي راح تسلم فيه الاوراق لكم. فبسم الله الرحمن الرحيم، روحوا خذوا خويكم من غرفته وابدوا. 24 ساعة أنا معكم. وآخر شيء يا جماعة قبل أن نبدأ، في شخص يا أخوان هو الشرطي، ووظيفتنا جميعا يا الأتيام إن احنا نبعد عن هذا الشرطي. ممكن الشرطي يسافر معنا، ممكن يقعد هنا، ممكن يلحقنا، ممكن يفوكس مع أحد. مين الشرطي؟ والله ما أدري مين هو، والله ما ندري، أقسم بالله ما أدري. فمثلي مثلكم، نسمي بالله يا جماعة الخير. طلب يا جماعة أخير قبل أن نبدأ التايمر حق الانطلاقة، أتمنى منكم ما تقصرون معنا باللايك والاشتراك. نوعية المقاطع هاي تأخذ مننا أوقات طويلة جدا ومحتواها صعب، ولكن والله تستاهلون كل شيء طيب. السنة هذه لازم تدخل 20 مليون، فتأكد أنك ضغط لايك واشتراك. في ناس كثار طلعتكم بالنسبة اللي طالعونا ولا هم مشتركين، فتأكد أنك ضغط اشتراك. أبعطيك تايمر 3 ثواني عشان على بال ما أصبحك الكريمة تروح لللايك والاشتراك. 3 2 1، أسأل الله أن يسعد كل شخص ينظرني له، ضغط لايك أو اشتراك. بسم الله. معليش على المقاطعة، بس تعرفون هذا إيش؟ 31,200 مشترك. وعدتكم في المقطع الأخير أن لمدة 24 ساعة كل اشتراك في المقطع بيصير ريال تبرع بنية المشتركين في القناة. وأنا رجال قد كلمتي والله ما أنساها، وأنا قاعد أتكلم معاكم الآن بيظهر لكم تصوير الشاشة للتبرع. المبلغ وهو كان 31,200 ريال. تبرع الآن وبيكون بإذن الله حفر آبار. نيتي ونيتكم والله يكتب أجرنا وأجركم، وشكرا لكم يا جماعة. لازم تعرفون اللي سويتوه مو بسيط، المقطع وصل أكثر من 500,000 لايك، وانتم تعرفون إيش معنى هذا، وفوق 4 مليون مشاهدة. أسأل الله أن يسعدكم، دعمكم، كلامكم في الكومنتات اللي في المقطع وفي جميع المنصات. شكرا يا جماعة، والله أشكركم من أعماق قلبي، ومهما فعلت ما راحوا فيكم حقكم. نضغط على تبرع الآن. تبرع عن أهلك أو أصدقائك وشاركهم الأجر. تم. ما أقدر أحط أسماءكم وأرقامكم كلها يا جماعة، فبنحط تبرع الآن. المبلغ 31,200، تبرع الآن. وهذه قدامكم العملية. أبل باي، بسم الله الرحمن الرحيم، ممنتج غط على معلومات البطاقة، الله يرحم لي والديك. ها بسم الله، نسمع الصوت.
وهذه الصورة ظهرة قدامكم، والله يعطيكم العافية مرة ثانية وشكراً لدعمكم، مستحيل أنساه. وزي ما أنتم عارفين مقطع اليوم طويل ودسم وثقيل، والثقيل ما يجي معه إلا الثقيل. تكلمت بالسناب في المباشرة عن هذا الشيء، وبقول لكم الآن يا حقين اليوتيوب، اسمع يا جيمر ويا أي شخص يلعب ألعاب، الكلام هذا بيفيدك والله بيفيدك، وأنا يا أحمد مسويه. مصرف الراجحي مطلعين بطاقة اسمها بطاقة الجيمر، بكل بساطة البطاقة هذه مجانية، تقدر تطلعها في تطبيق جوالك وانت جالس في بيتك، وأي مشترى تشتريه له دخل بالألعاب، سواء لعبة ولا في بوكس ولا سكنات ولا بلاي ستيشن ستور ولا بطايق ستيم، راح يعطيك 20% كاش باك في رصيدك. يعني إذا شريت شيء بمية ريال، 20 ريال ضمنتها بجيبك من الراجح يعطونك إياها. شلون يا أحمد؟ هذا شيء مسوينه فقط للجيمر. إذا أنت أب عندك ذلك يشترون كثير، أو أنت واحد من الناس اللي تدفع كثير للألعاب، طلع البطاقة هذه ما عليها رسوم، مجانية مدى الحياة، والله يا جماعة أنها مفيدة لأي واحد جيمر ويصرف على الألعاب. ظهرت لكم صورة البطاقة، وفوق كذا معطيكم 10% تخفيضات على المتجر الإلكتروني حقهم للألعاب في تطبيق الراجحي، وبحط لكم تحت بالوصف رابط تحميل التطبيق، حتى لو ما عندك حساب تقدر تفتح وانت مرتاح. واللي يبي يطلب بطاقة الجيمر ما بتاخذ منك 30 ثانية وانت جالس الان تفتح جوالك، تدخل تطبيق الراجحي، بعد ما تدخل على حسابك تنزل تحت عند البطاقات تضغط عليها بتحصل طلب بطاقة الجيمر، اضغط عليها، بعد ما تضغط على بطاقة الجيمر تظهر لك انواع البطائق، الشكل واللون اللي يعجبك، بعد ما تحدده وتختاره الف مبروك، البطاقة طلبتها وبتجيك على الجوال بالتطبيق، وتعتبر فيزا تقدر تستخدمها في اي مكان. رابطها تحت وحللوا الكاش باك، مشاهدة ممتعة لباقي المقطع. 5 4 ضرنا ايش ابو سعد؟ انت معنا، انت معنا بالتيم، تشتغل معنا كلنا تيم واحد، تمام؟ هذه نعبي فيها اغراض، مش انا اوريكم دي. صلوا على محمد، صلوا على محمد. اول حاجه لازم يعرف عز المشاهد هذه اللحظه والاثناء هذه اللي بلاك دراجون نزل مره ثانيه ورابطه تحت ترى بيخلص. الشيء الثاني، بسم الله بسم الله، تحديات كبيره. تفضل هنا، تفضل هنا، الله يستر منك يا احمد. تفضل 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 تفضل. نوزع المهام في البدايه، توزيع المهام في البدايه، انا ولا انت؟ انت مسؤول الوقت، التايمر انت. انا مسؤول التايمر، خلاص انا علي التايمر. انت التايمر، انتو. انا اقول انت التايمر، وهو اي شيء بدني ومتعب، اي شيء في برد وجه. انت انت كنت تقول انك تبغى تصير بارد وجه. لا لا، مو اصير بارد وجه، مو ودي يعني، فاهم؟ لا لا عادي انت، بس انت عندك المؤهلات. الان هنا عندنا قائمه فيها التحديات، وكل تحدي اقدر اشيل الورقه حقتها هذه ويعلمني اذا سويت كم المبلغ اللي خليته. حلو، اذا شلت يعني قوات التحدي. اذا شلته لا معناته سويت التحدي، ما اشيل اللي ما اسوي. فهمت؟ اذا خلصت لاين كامل طول او عرض اخذ بونس. يا سلام، واضح؟ حلوين حلوين حلوين. ولكن شفت هذه ابى اخليها على جنب. ليه؟ ايوه، قبل لا نتكلم بالتحديات عشان نعرف كم ندفع، وين نبغى نسافر. ايوه، ابى اقول لكم المقترح اللي عندي، ناخذ مقترحات بعض. بسم الله، انا ابغى اروح القطب المتجمد الجنوبي. والله داري بيفلم، اقسم بالله اني دريت. يا عيال مبلغ كبير يا عيال. كيف نوصل؟ نوصل في رحلات، تعرف جوا حطاب؟ ايوه، جوا حطاب اللي معروف طبعا. نزل مقطع هو في القطب المتجمد الجنوبي، ابعد منطقه في العالم. برد برد، بس نفوس نوفا نفوس. هلا 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 هلا. والله اني ودي اروح، اقسم بالله. هل معقوله ان الشرطي بيجينا هناك؟ انا فتي ولابس بلوفر جاهز، وعند لكم بلوفرين جاهزه، بس كم بتكلف ما ادري. فلذلك خلينا نشوف الان ايش عندك. بسم الله. طب اسمع يا عيال، اسمع، في تحدي تغيير كفر. حلو، ابودك نودي اخوك البيش يغير كفر ونخلص تحديات المحطه. تم يعني نروح بالسياره هذه ونسوي تحديات هناك. يلا يلا. السلام عليكم، ابغى اغير كفر لهذا. دقيقه، عندي تست. منسم والله سيء يا عيال. شلون تقول منسم على كيفك؟ ما مو مركب في كفر. اصلي والله اصلي. تم، نبي هذه. ها بالله تاكد لي انها كويسه قبل تركبها. قاعد تدق على ورز. بس رد رد رد. مين؟ هلا، ارحب 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 ارحب. اسمع اسمع، انت الان في تحدي يوتيوب، حلو؟ ابغاك تعطيني اي تحدي اسويه. وش كان وش كان؟ اي اطلب اللي تتمناه يا قلبي. اطلب اللي تتمناه وانا اسوي لك. لك انت، لك وللعالم اي شيء. هلا بالراس، قاعد نفك احنا الحين، قاعد نغير كفر. دقيقة دقيقة، يعني نفك البراغي احنا؟ احنا نفك البراغي. تبي؟ مو هو اللي فكه يعني. تم 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 تم. حيّ الله وجهك. يا سلام، ما قصرت. الله اكبر، ما قصرت. خذها منه، خذها منه. اتوك 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 اتوك. بسم الله عليك، بسم الله. ايوه كذا يعني. ايوه ايوه. فك الامان. لا هو سواه عكس.
ايش تسوي يا عمري؟ يا عمري يا ابو سعود معك فيها لعبه لعبتي. ايه يا ابو سعود يا عيني اسرع اسرع اسمع اسمع حق شو اسمه الفورمولا امسك يجون كذا صح؟ يا ساتر يا مؤامر يا مجنون يا مؤامر يا مجنون مو طبيعي. جيب اللي بعده جيب اللي بعده خلاص 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 التحدي خلاص خلاص التحدي خلاص العمود فكر بس شيله 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 اخر ذا الحين وين اروح؟ اروح في اللي تبغاه خليت بور خليت بور خليت بور خليت بور انا اعلمك انا اعلمك هنا دخلني مع الحاره دي. لا 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 اسلم 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 طيران ما نسكن ولا شيء صح؟ طيب مبدئيا حنروح دبي. وش دبي؟ جنب اذني ليش؟ صح لندن تكفى لو رحنا جازان بعد تدري؟ طيب يا عيال جازان يا عيال مين قال باكستان؟ اقسم بالله اتحدى الشرطي يفكر فيها باكستان فكر بمخ الشرطي مستحيل يفكر باكستان. طيب جميع المطارات باكستان ابحث عن الرحله ابحث عن باكستان اصبر اليوم وشو؟ اليوم 17 معك ما انت والله ما ادري كم عندي عندي زهني ذهاب بس ما نبي نرجع ذهاب ايوه ذهاب وهذا التجميع حق الذهاب ايوه الاياب اذا رجعنا الاياب الاياب هذه تلعبها في اوروبا ما تلعبها طيب والله في مشكله باكستان 2000 ايش 2000 الشخص معليش حاط رجال اعمال والله معليش معليش باكستان معليش انا بوديك بزنس سياحي سياحي باكستان طير اثنين 524 ريال والله الواحد طيب. ماله 900 يعني واحد ونص والله ما في شيء انا بس نص تعتبر يعني انا وياه والله كلكم كيف؟ والله كلكم كزمان 465 الذهاب الى باكستان طب دقيقه في اهم شيء اهم من التذاكر محمد اهم من التذاكر كم تبقى كم تبعد السعوديه كم تبعد الرياض 5 ساعات و40 دقيقه يا اخي تدري ليش حلوه باكستان الشرطه ما بيفكر فيها ابدا اي بس يمكن يصير جنبك الشرطه الان بعطيكم عيال اذا قرينا المهام اللي بنحدد المهمه وكل شخص وكل شخص ايوه طيب. القي قصيده في نص خيمه ابو شايع من العربين تمام من العربين بس من وين حصل خيمه؟ انت في القطب الشمالي هناك ما تقدر لا 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 المهام نسويها هنا نسويها في السعوديه حبيبي في السعوديه ايوه في السعوديه اي خيمه يا عيال خيمه خاص عندك ابو شايع وين اجيب خيمه؟ اماكن بيسك الرياض وين نلقى خيمه في الرياض؟ لا ما تروح في الرياض تطلع كره يا هلا يا حبيبي خيمه وين حصل خيمه بالرياض؟ استراني وين حصل خيمه بالرياض؟ انا شايف اداره الوقت لازم تصير عندي ترجع لي لان الحين خلينا نحدد افضل عمود نختاره عشان البونس طيب خلينا اوكي يعني اول شيء هل بتسوي ذي؟ اوكي بتسوي ذي خلينا نشوف اللي بعدها فهمت؟ لا عادي ممكن كذا تسويها طيب خلينا نقرا اللي بعدها اقنع شخص انه يعطيك شماغه وعقاله ايزي عندي ايزي عندك هذه عندي مرات بهذا الموضوع خلوا شخص منكم يطبخ لكم الغداء تدري ايوه انا ما تغديت الان نسويها بسم الله حلوه ذي طيب اوكي اصبر قبل ما نقوم الان خلينا نشوف ذي تبغى يشوف وضعه شوف وضعه الطبخ ما ادري شوف لازم الغداء صراحه تبنى حيوان اليف الباقي الرحله صح يعني مش معناه حيوان اليف مستحيل مستحيل خلوا ثلاثه اشخاص يشتركون بقناه شونك برق هذه عندي 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 هذه عندي نسويها بسيط اوكي اركب تدري سويها الحين الحين اشترك الحين انت حساب ثاني انت حساب ثاني اشترك بحساب ثاني بسرعه حساب ثاني انت ادعم نفسي في دقيقه انا بعد عندي حساب ثاني بعد دقيقه حساب ثاني طيب الوقت الوقت خلنا كمل قراي كمل قراي انا ابغى اشوف المبلغ هذيك ابغى اشوف المبلغ هذيك بدي فضول هذا الاول بسم الله اشتراك ايوه تم اشتراك عطني جاك اشتراك هم عندهم هم قالوا خلوا ثلاث اشخاص ما حددوا من هم الاشخاص يلا 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 خذ من حساب ثاني لا 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 انا شخص شخص انت شخص واحد طب اشترك انت قناه ثانيه قلت والله والله قلت اشترك 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 لا انت اشترك انا اشتركت بجواله الحين اذا ما اشتركت اشترك يلا اشتركت هذا اشتراكي يلا واضح لا ايش هذا؟ تم الاشتراك اشوف انت تم الاشتراك لا انا اشتركت عشان حرام لا انا اشتركت توي بجوالك يعني هو شخصي وصور وصور صور صور عشان نذمه يا ناس عشان نذمه ايوه خلصنا خلصنا كم كم هذه؟ 505 لا 50 ريال مالي مالي يلا اشترك مالي 50 ريال 50 ريال سهل 50 ريال 50 ريال بقى اثنين مشاهير يلا يلا باقي مشهورين يلا المشهور الثاني كل اللي دقيت عليهم عندهم موثقين في السناب شات هلا عقل رد 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 يا جماعه هلا هلا قاعد يحلق قاعد يحلق اسمع قل لي حلاق انت روح عقيل وين وجهك وين وجهك اسمع احنا قاعدين نصور مقطع يوتيوب الحين حلو ابيك تعطيني تحدي اسويه شيء تبيه انت اسويه اي شيء تبيه اسويه وشو احلق شعري جيد زي على شعره يلا فارس تم 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 تحياتي يا عقيل تم مع السلامه هذا انت قم منك ما يبغى فارس زيد لا تكبر يا ثري يا والله قال انا
ايه عاد اي واحد مننا. لا قال انت واحد. قال انت يا عيال فارس والله. طيب سؤال سؤال الحين يا عيال ابو خليل. ايه ديك. وين يبعد خويك؟ قدام الفلة على طول. قدام الفلة؟ يعني روح الفلة. روح الفلة. لا قاعد اتخيل اشكالنا يا عيال. احنا نشرب الثلاثة مستحيل. مستحيل مستحيل ما اشرب. انا ما اشرب. لا مو من الناقة على طول. من ماك لا صب في طاسة وبعدين تشرب من الطاسة. اشرب علي بناقة مباشرة من الناقة. لا من الناقة لا في طاسة. خبل انت. لا في طاسة صب في طاسة ونشرب من الطاسة. لا اتصل الان وافتح سبيكر خلهم يسمعون. يلا. السلام عليكم. هلا حبيبي. احنا امام الريكورد مباشرة نسألك سؤال طارئ جدا. اتفضل. اتمنى الاجابة الدقيقة للسؤال هذا. تفضل. اشرب حليب ناقة مباشرة من الناقة. ايه. صح. يعني وش احط راسي عند حق الناقه هو حبيبي انك راسك ولا احط في طاسه قصدي لا 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 مو طاسه حبيبي اوه انك راسك حلو طب اسمع اسمع يعني ادنق راسي واحط يدي كاني اشرب مويه ايام الابتدائي ها ها انك راسك تمام ايوه وامسك الناقه عقب طيب آه طيب سؤال ابراهيم انت بدون يا ابراهيم اعلمك شيء طيب لو رمحتني الناقه ما ترحمك ايش تصب هذه ما راح ترحمك الا بتدخل تحتها وتصب حليب حمار انت بتعرف انك بدون انت بتعرف انك بدون ما راح تضربك والله اقنعني طيب اسمع اسمع طيب نقدر نحط طيب اسمع 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 يا موسكو انا ابوي راعي نياق بدق عليها الان وبساله هل ينفع اشرب الناقة على طول ولا لا؟ ما شاء الله يلا اسأل واذا قال ما قد سواها ما اسويها ما تسويها يلا خلاص ممتاز ممتاز اسأل اسأل الوالد اركب حيوان وامشي فيه متر هذه وهذه مربوطة مع بعض هذه لو نروح مكان حق الثمامة بنحصلها طيب هذه حقة ابراهيم العمري جو هنا بس بس هذه وش هي؟ القصيدة فيها الخيمة الثمامة الا دي حد يحط لك خيمة خيمة ناس اي خيمة اي خيمه ننظر نطق ندقها خلاص ناخذ انتهز راس انتوا صح لا 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 مو احنا بنروح الثمامه مو ايه؟ يكون في زول عند دبابات يكون وراه خيمه ايوه تدخل عليه يا زول دير ما قول ايوه 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 اطلب من شخص غريب انك تقص له شعره لا مستحيل والله نقدر يا عيال اقسم بالله الزول نفسه نفس الزول واحد ابو سوع المقطع كله في الزول ايوه ايوه طيب مشي 15000 خطوه نطلع فين طيب 15000 خطوه صعبه شوي فيس تايم ثلاثه مشاهير من خارج بور وقل اطلب اللي تتمناه يا الله عادي 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 اعرفك ناس قناعتهم خفيفه ايوه انا هذه سهلوها عندي لا اكلم ثلاثه تجيبهم بس تدري وشو اللي كذا بعد يقول لا لا والله ما ادري سلامتك يا حبيبي سلامتك ايوه 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 هذا وزل وقالها سلام زور مكان عمره 100 سنة اكتب الان في جوجل مكان عمره 100 سنة في الرياض في الرياض في الرياض ها جيب هدية شخص للشخص المتزوج انت متزوج ولا باقي انا لسه باقي ما ملكت مين متزوج انا الطباخ الطباخ متزوج ابو احمد فاروق 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 متزوج ايزي مفاجأة ايزي ايزي هدايا مليانة اجيب ايوه 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 وزع اكل على عوائل محتاجة يا سلام بسيطة وسهلة هذه واجر ان شاء الله بس وين اي مكان اي مكان عوائل محتاجة راح نوزع عليهم اي وين اي مكان يا ابني ترى ما قال لك وزع في مكان معين عند الزوج خلاص اي زول عند الزول نفسه الزول عندهم عوائل الزول الزول حق الدبابات والخيمه واللي بنقص شعره في زول الزبده انه بيتفرج والخيل حق الزول والخيل حق الزول 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 مقطع الزول طيب الزول هذا وين نحصله؟ في الثمامه في الثمامه ايه زي ما نطبخ في الثمامه ونطبخ غدانا عند الزول عند الزول روح والزول العظيم تحديات كامله والله والزول مسافر معنا طيب 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 سوق سيكل مسافته كيلومتر واحد وين عند الزول سوق سيكل بدل شوزك مع الزول صورة جماعية للفريق على قمة برج لا ما عنده زول ما عنده بغيت اقول جبل الزول طيب برج الرايح يا اخوي يعني لا علاقة طيبة معه لازم يسرد الموضوع نشوف يقدر نشوف ممكن يطلع فوق ايه برج المملكة نروح فوق نصور حلوة بعد ايوه 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 عند المطعم اللي فوق ايوه يسلم عليك جيب سترايك في البولينج ببرج المملكة في سترايك ونصور صور في بولينج في بولينج اي بولينج تلعب؟ لا ما عندي بس تقدر تلعب؟ عادي يا رجال لو نقط له ونروح نفسه اوكي خاطري كلمة سووا هرم بشري مع اشخاص غريبين هرم بشري كيف؟ والله لا نجي فوق بعض نجي فوق بعض كذا كذا عرفت الرتب بس يا عيال والله هذه احس عليها اقل شيء 20000 صح اقسم بالله انك صادق هذه مبلغها بالالاف انت مستوعب ايش يعني هرم يعني ست اشخاص تحت
بعدين ثلاثة بعدين واحد. كيف خلهم مسدحين ولا واقفين؟ لا كذا ما ادري شلون. لا لا واقفين كذا شو مع بعض. وري صورة هرم بشري، انت بتكون التكنولوجيا حقنا هرم بشري. اوف والله هذه بتكون غالية. اوريك الحين ايزي ايزي هرم بشري. ايش هذا؟ بس انت مو لازم تسوي بذا الحجم، فهمت؟ مو لازم ذا الحجم. ليه ما نسوي هرم بشري كذا طيب؟ ممكن كذا عادي. احنا ثلاثة؟ لا مو احنا الثلاثة طبعا. انا الاساس واضح. ضحك ثلاثة اشخاص غريبين. السلام عليكم. ايوه ضحك الزول. أيوه. واللي عند الزول واللي أيوه. واي واحد جاي للزول. والله تفهم اقسم بالله ويضحكون على طول ترى. ايوه ايوه بسيطه بسيطه. ايوه 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 ايوه. صاب حد غريب 60 ثانية ايزي. هذه انا اسويها معلي بس والله هذه انا هذه اسلم عليك انجلش اور سبانيش انت ما بقول. اشكر امك والله اشكر امك كم بس انا واحد شاب. اي والله عندي والله ازهلها. ايوه 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 اشرب حليب ناقه مباشره من الناقه. ابو سعد انا زين يلا بسم الله الله اكبر. نبغى نزيد شعر بالضبط شعر. لا بس زيت 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 بس بس شكرا تسلم يا لا تكثر زيت تكبر. بس شوي بس شوي احط على شعري بس يبغى زيت لمع له لمع له نبغى سنفره. لا 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 يا اخي في تحدي في تحدي لازم تقص شعر واحد غريب. اوف قصه أيوة. بسيطه نقص شعر واحد قصه بسيطه يعني اذا هو تنازل يعني خلانا نقص شعره الله يكرمه. الله يلا السلام عليكم. كيف حالك؟ سلام ورحمه الله. اتوا يعني صوتك كان عالي صح؟ لا لا ما كان عالي صح. كيف حالك؟ طيب كيف امورك؟ اسمك كريم ونعم الله سعد. وشو عادي تطلع في الكاميرا في اليوتيوب؟ يلا والله عادي. طيب شوف عندنا واحده من التحديات. شوف شيء عندنا منيو وش حاب تطلب؟ امزح. طيب في هنا تحديات حلو. كل تحدي نسويه له مبلغ. يا سلام حلو. ففي من ضمن التحديات اللي هذا اطلب من شخص غريب انك تقص له شعره. حلو بعد ما تقص شعرك حلو نكشف عن المبلغ. نكشف ونشوف كمان مبلغ. خلاص والله لا 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 ما تخفف. قص 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 عطنا مقص سعد. والله نعم يا سعد عطنا مقص. والله يا سعد غلطت غلطة عمر. لا 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 سلم علي غلطت غلطة عمر. نعم لا 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 قصة قصة يا باشا نبغى نقص قصة كذا خفيفة. من وين؟ من هنا. دقيقة اسمع اسمع وين أكثر مكان ما يفرق؟ أكثر مكان يفرق؟ إي إي عشان ما يشوف عرفت؟ قص قص منها زي ما تبغى. قصة واحدة بس. لا 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 مو هذا كله. لا 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 والله لا والله هذا ها هذا لا 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 قول لي لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايوه حي عينك يا سعد والله يبيض الله ودهك اقسم بالله شوف يا عيال هي اول شيء هو الشيء خلينا نحكي شوي بس. لا 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 400 ريال بيض الله وجهك والله يا خشمك. انا اقول حسابه علينا. الله يسعد والله شكرا. لا يعطيك العافيه. عندنا بيض الله 400 حساب 40 ريال بيض الله وجهك يا حبيبي لبى قلبك يا سعد يعطيك العافيه يا عيال. وشو دن والله ريحتك قبلك. والله ريحتك اقسم بالله شعرك وين؟ غسل لي. لا لا تعال والله ما تغسل. اسمع كم تزيد الشعر؟ بلاش؟ افتح افتح. ها هو متحمس افتح. لا لسه لسه ما في افتح هنا. باقي تحدي واحد ما سويناه. باقي اسويه. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك طيب؟ الله يسلمك يا حبيبي. انت الان على الهواء مباشره. حياك الله. فيه تحدي الان قاعدين نصور مقطع يوتيوب وانا قلت لهم ان الوالد كان راعي ابل وهو صغير والان عنده ابل ما شاء الله تبارك الله. ابغاك تفصل بيني وبين خويي. خويي يقول التحدي انك لازم تشرب حليب الابل مباشره. انا قلت لهم لازم نصب الحليب اول شيء في الطاسه وبعدين نشرب من الطاسه. هل قد شربت حليب انت من الناقه على طول؟ ما قد سويتها في حياتك. هل ينفع ولا لا؟ وهل تنفع ولا لا؟ مستحيل ما تنفع ما حد يسويها اصلا. طيب يعني ما تنفع الطريقه دي. هذه ما حد يسويها. لا دقيقه دق على موسكو. ايوه قول له قول له. خلاص اعطانا الضوء الاخضر عشان دقيقه. خلاص خلاص اي اعطانا الضوء الاخضر ما عليك منه. ما تنفع تشرب. اسمع. قال والله ما يصلح ما ابد ما مره. مستحيله ما قال مستحيله مو لا قسم بالله انا قال موجوده كل شيء في الريكورد. اي والله هذيك البتاعة. اسمع الوالد قال لي مضغط ولاك اشتراك. خلاص كم قالها بنبره كويسه ولا لا لحنا لحن حجازي. خلاص ممتاز الامور يعني نشرب نحط الفضاء ونشرب. قال لايك واشتراك تم خلاص. يلا تم تم ليتس جو. نطبخ ام الان حاجه. خلنا نطبخ حاجه. نطبخ غدا. امشي خلنا نطبخ حاجه عندنا في المطبخ. دي مشي 15000 خطوه إيه؟ كلنا؟ ايه لا 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 ولا واحد. واحد يفعل لازم كلنا واحد. طيب يعني واحد وحنا نسولف يتحرك يلا.
فعلا لا توقف لا توقف ما عليه والله سهل تقدر والله بسيط خسر الخطوه ابعد امشي بس انت ما توقف يعني نوصل المقطع تضرب القطب الجنوبي طب شو اسم البرنامج حق الخطوه موجود في التطبيق بديت انا ها يلا ضغط بدايه وحطيت في جيبي صدق نطبخ عيال ايوه ايوه والله عاد انا جوعان نطبخ ها عندكم طبخه والله اول مره ادخل مطبخ وهو نظيف كذا والله عندي طبخه يلا تب هذه ما صورها صح تونا ابي تونا اي خليها عادي هنا التايمريز قاعد تصور في شيء هاي ثلاجه حلمان اتس برجر تايم برجر ايش في خيارات اخرى والله خيارات اخرى عشان واحمد ربك في هنا ظاهر مقطع واحد من الشباب احشاء كلب ممكن في شيء في في ثلاجه ثانيه حقت العمال يزبلون اشمد والله يزبل يلا يلا يا ابو وقت اقضوا اقضوا الله يخرب بيتكم يلا اوكي والله في كل شيء حرفيا جبن امسك انت لا توقف انت تقعد تمشي كذا حسب كذا يحسبوا لا 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 لازم تروح ترجع يا سوي سوي ملوخيه يا سوي ملوخيه مع رز ابيض برجر اسرع والله برجر ملوخيه بتكيف على الطبخ هذا ثوم هذا ثوم ثوم برجر تكفى ما ابغى اضيف الفيديو تكفى يا ابو شايب ثوم وملوخيه بصل بصل وجبنه تخلي تخلي بزيتك تخلي بزيتك ابو شايب ها سلام عليك هذه جبن وهذا البرجر جاهز يا سلام انت امشي امشي ما تشوفني رايح جاك بدون سبب رايح زي الهطف ما يخالف ابغى صحن مستحيل يا اخي بقعد امشي زي كذا والله ما اكل ضحت الورق مو لحس الشيطان ما يلحس نيه نظفها بمويه لا تنظفها يا احمد فيه غير خلي العيال شفتوا القدر هذا يا جماعه والله يا اخي والله النار مره عاليه يا احمد ما يخالف حطه حطه خلها ايش فيه بينحرق الزيت والله ينحرق الزيت يا ابن الحلال يلا نبحت بسم الله جاهز شو بسمح بسم الله والله لا ناكل خلنا ايش هذا حركني والله حرك ايش زيد حمام مدحم ناكل خلنا لا ما حمى يطول يطول ابو السعد خلع بالله الصوصات اهم شيء تكفى انت امشي امشي والله حمى يا اخي يا الله تكه بس تكه بس تكه بعد 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 روح لي سرسحني شوف المتعه وعلمني مضبوط ايوه اشكر امك احمد بشر والله اموري قاعده تزين حط 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 اتوقع اذا قفلت يبدا بدا شيء هنا شيء 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 يجي اوكي ايوه بدا مرحبا شباب الله يحييكم بالله كيف المقطع معكم الى الان اذا اموركم طيبه ومروقين فاعلم انه مو ناقصك الان الا فروج ابو العبد وش يا احمد فروج ابو العبد هذا المطعم هو اللي بيدلعكم الليله هذه يا اخوان كعكه مسحب وهذه كعكه طاووق ونفس الحكايه اصول مع الحمص والكاتشب تسمي بالله كذا ما شاء الله تبارك قولوا ما شاء الله والدفا وايضا عندهم سندوتشات بانواع واشكال وغير كذا عندك السطل البارد والحار يجي معاها الرز ويجي معاها الصوص والدجاجة والذرة والنكهة كاملة بكيس زي هذا وبوريكم أنا على السريع شيكلي 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 هذا الشكل النهائي بسم الله السطل بالنسبة لي فاز خرافي في منه ترى البارد وفيه الحار رابطه موجود تحت وفروعهم طالعة قدامكم عندهم أكثر من فرع وعليكم بالعافية وقول ما شاء الله أما الآن نرجع للمقطع بسم الله هلا هلا السلام عليكم وعليكم السلام كيفو رفيق رفيق هلا غيب كيف حالك هلا غيب عندنا تحدي عندنا تحدي ندق على اي مشهور عشوائي خارج بوابه حلو اطلب اي اطلب انت يا غيث اي شيء تتمناه احنا نسويه وحاضرين اي بس يعني لا تبالغ طيب شوف ايده شوف ايده والله لا 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 ما حبيت ما حبيت ما حبيت ما حبيت هذه في فانا وفارس وعبد الله ازم اسمع التحدي شوف شوف غيث 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 لازم تستوعب شيء حنا تحدي فريقنا ضد افرق ثانيه تمام فأنا لما أختارك لازم تساعدني أيوة. وتكون ضدي أثق فيك يعني فكر فيها أيوة أرد أنا سويت تحدي يلا لسه سويت تحدي أعطتني أمرتي حلو تحدي عنه وسويته أنا كان كثير حلو أوكي هو أنه تروح في الشارع إيه أيوة أوكي حلو في الشارع بسيطة شوفوا أي شخص أيوة أوكي اسمع أيوة. عندي يعني تروح حبيبي نسرقوا يعني حبيبي هم جايبيني ليش؟ بحمل وحمل
ايوه ايوه بس خلاص تمام يعني نروح نخطف واحد من الشارع خلاص خلاص اذا صار لنا شيء ترى تكفنا انت وش نسرقه تعال تعال ايش فيك نزيل عيونك يا شيخ يلا والسلام شكرا شكرا والله تحدي لطيف يا عيال والله تحدي لطيف يلا واحد وش نروح نقدر واحد هذا 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 لا لا ما نشيل هذا ما نشيل شيل هذا هذا عصا يا عيال وين 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 هذا شو عيال صغير يلا يلا هانجر ستيشن هذا اللي بالسلم اللي مو براقب السلم تحت لابس اصفر لا 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 مو هانجر في واحد الحين مره ورا العمود يلا 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 ما في وقت نقاش اي واحد لابس جينز عبود لابس ايش؟ لابس جينز هذا ايوه السلام عليكم كيف حالك مدير؟ سلام كويس كيف حالك؟ طيب السلام عليكم سوي سلام كيف حالك؟ كيف حالك؟ كويس طيب مدير مدير شوف انا ابغى اسوي تيست ها؟ ما في مشكلة؟ كذا ايوه يا سلام اركب 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 مع السلامة ها؟ مع السلامة حبيبي هنا هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا مع السلامة حبيبي ما في شيء ودي حبيبي خاف خاف يا كانت اسمها ضحكة واحد مخلوش كذا هذا هذا معلوم مقلب مقلب بس خلاص شكرا حبيبي حبيبي شكرا حبيبي يخرب بيتك يا غيثي يا حيال غريب والله اني خايف انا خايف اني كف بس بس افتح 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 احس مبلغها جامد تعبنا على التحدي ذا تعبنا على التحدي هذا والله لازم يكون مبلغها جامد حلو حلو 150 والله اننا والله تعبنا انا خايف من 100 ريال والله بس اي مشاري انا عند عند الزول ذا الحين اسمع يا زول نبي لو شويه بس بس في التصوير اسمع يا مشاري هلا شوف حنا لو نبي بس لو حق جغمة واحدة فهمت عشان تصوير بس ما يمشي الحين ها اقول ما يمشي مرة ما عاد فيها ايه لاني مكلم خلاص لا انت لا انت يا ابو في حليب في نياق حضاير هنا يا زول فين؟ اه صور قصيده جوا الخيمه ايش؟ ادخل جوا الخيمه ادخل لحالك امشي امشي معنا امشي دقيقه يا عيال حبيبي ما حليب الخيمه ما قال اذكر في اذا في احد ما في احد ما ذكرنا في احد رجل قال بنسوي قصيده القصيده جوا الخيمه راح علينا الحليب ما تروح على الخيمه والله ما تروح الخيمه والله قل له قل له قل له بدخل الخيمه طيب يقول لك تقول لي ولا تقول لك اصبر خلنا بسم الله الرحمن الرحيم الخيمة ذي ولا مو الخيمة مره مره من الخيمة لف لف على الخيمة ايوه هذه خاء هذه خاء يقول مرحبا بضيوفنا من كل ديرة قد ما هلت مزونا الوسم ماها الحفل نور وفرحتنا كبيرة بالرجال اللي قليل من مستواها يغلط هو وده يغلط علينا مرحبا والعود بالمجلس نديرة والدلالة الصفر تمشي في سراها ما نشوف دلالة صفر في بصل ما في اي دلالة سلامتكم مش مشان اقرا لا ما تهزنكم الحين قصيده حسبي الله على ابراهيم أيه. بسم الله رب فخر وانت سكته انت الليدر سكته وخليك بعيد كم ما على 500 900 1400 500 اقسم بالله اني اقدر اسافر خلني امشي دلالي انا بدي بقبق بدي بقبق رسميا بقبق والله النار ضعيفه حقت القصر هذه؟ اي طولت والله لين تحمل بس شوف شوف بس خلاص زعنا ذي اضغط شيء ولا خليه هيه كيف هيه بس خلي جيب لي قلايه ثانيه ليه عندي فكره انت اي حاجه بتدفها هذا مو غدا صح مو غدا لازم طبخ اطبخ اطبخ هذا لازم مو قال مكس عافية صفيني انا ما ادري ايش قاعد اسوي صفيني لا اصبر اصبر انا متاكد انها خلصتها قد ينحرق اوكي طيب انا اقول نوقف ينحرق صح انا اقول نوقف طب دقيقه شوي شوي لا شوي ريحة. شوي والله ريحه تعال تعال بزح 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 طفى طفى ولا تعال عندي عيال تعال عندي يطفى صح بس 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 سويت ما يمشي احد ما يمشي جيب لي الجبن انا بهابد على هذا والله تبي هذا ولا شي دار هات هذا يا رجال طب تقدر تنقلها ترى في صحن الناس لا انا ابغى اخليها تشيل تقدر تنحرق اضرب اضرب هذا الضرب يا شيخ خله يحتر لا لا حطيت حق البرجر عشان لا يحتر. تعالوا شوفوا ايش سويت انا تعالوا شوفوا ها يا ابو شاي بس وين خطه السياحه يا سلام حطيتها وهي على النار الجبنه دقيقه الحين اوريك يا سلام اوكي يعني المفروض نشتهي يلا يعني جوسي
اصبر انا عندي فكره في راسي بس دقيقه. احنا اعتبرنا طبخنا صح؟ ايش ذي الريحه؟ ريحه برجرنا. هذه برجركم ولا برجرك؟ برجراتنا. ايش هذه؟ يا سلام على الصوصات. تاكد تاكد من الصوصات، بعضها جاي من الفيلا. تكفى. صوصة الهابيرينو رانش. هابيريرو. تخيل ما نبغى تباسكو. ايوه تباسكو. لا تباسكو بتحق امها. اسمع بالله انت بنا مو منتهي. لا نسافر القطب الجنوبي ثم نروح فيها. خله يطلع مبلغه 50 ريال، تعالوا كل واحد بيذوق. طيب واحد يجيب سكين. روح روح امشي. روح وين السكين طيب وين؟ امشي بسباحل. كم باقي لك خطوه؟ باقي يمكن 14000. مو مجد شيء. المطبخ بيخلصنا كلها. سوي. لا لا خليك خليك بخير خليك. لا بشوف. ايش؟ مسلم. مستوي مو مستوي عرفت؟ إيه. لونه احمر يا وجه ذا. ليه هذا هذا التتبيل. لا بس هو مو مستوي شوف. بعدين مستوي، بعدين مو مستوي، بعدين مستوي. لا هذا خطوط خطوط شوف خطوط. ما دخل تخيل. والله. والليل يهنك. طب اقلب اقلب خلنا نشوف الارضيه كيف. يلا. اوي. والله العظيم. يمين بالله دمار. والله وري 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 كيف واحد قلنا ايوه ايوه شوف من جهه مستوى من جهه لا دبره 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 الله دبره شوف اصبر ما قاعد تسوي بعد يلا يلا اسمع حلوق مع بعض اسمع اذا ما طلع حلو خذ خذ مقص 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 يلا مقص تقييم ايش حط فلفل ايه قاعد تحرق سويت والله ما حطيت شيء يا الله حيثير والنعمه يا الله يلا بسم الله واحد اثنين ثلاثه حلو والله حلو الصوصات غطت شوي من جد في الصوصات حلو صح؟ والله حلو تدري ايش حطيت فيها؟ ايش حطيت فيها؟ شعر صغير شعرمت ما تسمع شيء والله والله هذا شيء ايش كان شيء مجنون هذا ما ادري كيف سويت تحدي سويت تحدي والله اقسم بالله طبخنا برجر كلينا برجر تاكل البرجر هذا طيب هذا برجر الزنزانة خش جاي زين هذه كم خش جاي زين هذه كم سلام يا رب اكرمنا ذا اليوم يا رب فوق ال 100 ريال راضي عيون ايش خلوا شخص منكم نسيت هم قالوا ممنوع تسوي اي تحدي بالقصر سوينا تحديين بالقصر دقيقة 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 مشاهد دقيقة 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 خلنا ناخذها من ناحية إيجابية حلو؟ ايش؟ أول شيء هذه الجوالات ما لها دخل الأكل لازم نطبخ مرة ثانية ما كنا ندري صح فكنا احنا ما كنا ندري والله إنه ما عاد فيها ذي صغير الشاشين خلاص نروح نسوي غدا برا ايه برا ما درينا ما أدري وش الطريقة دافور ايه وندومي ايوه وبالسيارة اشبك امه خلاص بس خلاص ايوه سيارتي انا اللي عندي فيها في شبرا نشبك منها يا حتى لو مو سلام وقف بالشارع بس على خمس دقائق خلاص اجل ما يعتبر رصيدنا الان صفر صفر نروح نسويها في السيارة لا يعني بنسوي لك ونجيب السيارة الله لك طعم القهر يا عيال يقول لك ان سويت خط كامل او بالطول ولا بالعرض لك مبلغ اضافي صابح يد غريب 60 ثانية والله سهل سهل ما سوي هرم بشري مع اشخاص غريبين ايش هرم بشري؟ يعني نسوي كذا نطلع فوق بعض عكم يلا نفس حق المشجعين ايه عكا ما ادري ايش حق المشجعين بس ايه تبنى حيوان اليف الباكر الرحله أه ناخذ حق ابو خليل يا عمي غزال وش تسوي فيها غزال يروح معنا ياكل في برسيم في رضاع عارف الرضاع عارف الرضاع ايه بس تبلش بالحين تخيلنا معنا بالسياره في برسيم نوكله يا حول الله نحط برسيم هنا ولا اسمع الشنطه فيها شيء حطه بالشنطه شنطه مليانه والله انا بدور انا بدور انا بدور جيب هديه للشخص المتزوج نجيب الروب نجيب الروب هديه ابو رميح انا اقول شخص متزوج برا باور برا باور؟ ايه واحد كذا نشوفه متزوج ايه وش إيه. وش تقول له وش تقول له؟ متزوج؟ ايه ايه خذ هديتك هديتي وش ذي؟ اي شيء نعطيه ايش هديه يعني؟ طيب وش نجيب له؟ وجبه مشهور معه وجبه سي يعني يعني هديه عشوائيه ايه مو لازم هديه معينه خلي الحق رجليه قسم بالله قهر جاي مشدين حيلنا كم كم نص ساعه عشان ميغ بس اسمعني والله ما في والله ما في فايده قل ليش لازم نكون ايه ما اخر الوقت وما في اي تعدي نقدر نسويه اللي هو معنا ما هو داق عليه قال له قبل انه في نياق الا طب ليش اخر شيء يوم وصلنا قال دخل على امها يلا خيره 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 في مكتب والله عندنا قلنا حلاق صح والله في حيوان اكل لحم ني خليه ياكل والله نياكله اقرب بقاله اقرب اقرب والله هنا في بقاله ايه هذه جنب حلاق جنب حلاق يا من فضلك نعم طيب. طيب الحين كم معنا دراهم بالضبط يعني الحين معنا 1400 ريال 1400 ريال نقدر نسافر 1400 ريال بس مو بثلاثة اثنين حلوه ذي والله ابراهيم يدبر احفظ يروح يحلب بناقه ويلحقنا ما عليك الا تتكلم انك دبرنا بناقه تحديث مهم جدا للناس ولكم اللي صار كالاتي الان
لو تلاحظون الورقة صارت جديدة، ليه؟ العيال حدثوها، طلعت ورقتنا مش محدثة، فصار في تأخر شوي في وقتنا. قلنا لهم سووا لنا بز، بس انه مو بتأخر كبير، اهم شيء احنا ما زلنا يعني بال 24 ساعة. اللي بيصير كالآتي: التحديات تغيرت اشياء فيها غير اللي كانت ثلاثة او اربعة، بس مو مرة مختلفة عشان تكون منطقة بنعرف الان. لكن مبدئيا الان نبغى مكان فيه زحمة وفيه مين؟ زول. يا سلام. زول. وين مكان فيه زحمة الان ومفتوح الساعة 7:30 8؟ تمام وسط اسبوع فيه؟ اي فيه. روح تمام. لا توقف، توقف تمام. نقراها هناك. السودانيين ما عندهم خيول. طيب يا صلاة محمد، أبغى أتحدث على السريع الآن، تمام؟ اللي نقدر نسويه، أنتم سجلوا اللي نقدر نسويه في مكان مثلاً ثمامة، اللي نقدر نسويه بثمامة، تمام؟ يلا، اللي نقدر نسويه بثمامة بتسجلونه، تمام؟ أوكي. بسم الله. ثمامة يا جماعة هي منطقة صحراوية بر فيها خيم ودبابات، ويعني حقت يعني جدول بر. أقول قصيدة في نص خيمة. الثمامة. سجلوا بأيديكم. الثمامة. أقنع شخص إنه يعطيك شماغة وعقالة. الثمامة. خلوا شخص منكم يطبخ لكم الغداء. الثمامة. تبني حيوان، تبنى حيوان أليف بقي الرحلة، ما في. خلوا ثلاثة. الثمامة. شلون تبنى طول الرحلة معي سافر فيه ولا وش؟ لا هو بالخيل. طيب ما في مشكلة. خلوا ثلاثة أشخاص يكون بالقناة، هذه إن شاء الله في محطة الثمامة. اركب حيوان ومشي فيه 10 متر. الثمامة. اطلب من شخص غريب انك تقص له شعره. تمامه. سوق سيكل مسافه كيلومتر واحد. تمامه. في سياق حق زول. بدل شوزك مع شخص غريب. الزول. تمام. شنق يصور تيك توك. تبطون عظم، هذه جديده يا عيال. هذه جديده. والله ما صور تيك توك وتموت. ممكن فيها فلوس يا احمد. لا والله ما احمد صدقني فيها كثير. والله ما اقدر. فيها كثير. يدرونك مستحيل تسويها. فيها كثير يا احمد. فيها كثير. لا تطحن الفلوس عشان ما تقدر. فيها كثير. شاش سوداء ونزل مقطع. ايوه بس يصور مع زول. اي بالضبط. مع زول هناك في التمام. التمام 7 ايوه. شوف الزول بيصير مشهور. طيب. اكل لحم ني، لحوم حمراء وسمك. في التمام الحصان. شلون حصان؟ يا رجل. صورة جماعية للفريق وخلفكم ابراج المالية. سهلة. ايوه. سهلة هذا. اي صورة جماعية للفريق. هنا 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 يبغى يطلع. من الصدق. الان. نقدر. هنا هنا هنا. والله. في الشارع. يعني. والله. خلاص امشي امشي. نفس الكرة. طيب. اوكي. بس بس يا عمري 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 يلا واحد اثنين ثلاثة هلأ تعال يا سلام بسم الله فلوسنا عطني فلوس خلينا نشوف كم جبنا هذول هم السياح جو الرياض بسم الله طيب خلينا نشوف هي وينها الصورة المالية هنا لا ايوه بسم الله يا رب شيء عادي يا رب 900 ريال 900 ريال يلا 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 هم لنا الان مبلغ حق سفره حتذكر الشيخ بسم الله 900 صد ايه سكر وقف والله سكر والله بعتر وقف بتصدق سكر والله سكر والله بس سكر بعتر عمليت وينه اي والله دهمناه يا عيال السلام عليكم السلام عليكم كيف حالك؟ طيب كيف حالك؟ لازم اخلاق كويسة كويس طيب ما شاء الله انت كيف حالك؟ عادي انا اجرب سوق جرب انت امسك انا ما في روح ها؟ ما في روح يجي كذا كم مسافة؟ كم مسافة؟ كيلو عزيز ها؟ كيلو يعني تروح من هنا لهنا ما في شيء روح لين هفملي وارجع روح هفملي هفملي يا عيال الله يستر عليها وين فرامل؟ وين فرامل؟ بلوك يا ما فرامل وربك كم فرامل والله سيكل جامد جامد اسف بالدوري يلا اسرع بالدوري تعال تعال معنا خلاص دوري ركب سوا هذا كيلو حبيبي افتح هذا اوبن شوف سوق سيكل مسافة 1 كيلو متر شيل هدية يلا انا هدية انا شيل ما في انت لا تحمس ايوه 500 ريال اسالك بالله 500 ريال والله شكرا شباب. باي شكرا حبيبي والله انت 100 100 تعال انزل هنا في 10 تحديات تسويها السلام عليكم كيف الحال؟ السلام عليكم يلا يا شباب الهمة هذا حلاقك انت والله بكيفك هذا حديك كيف؟ حديك انا قاعد لا يحلقوا نبي ابي مقص تكفى قل له جاي انا يبغى معليش انا يبغى حل مقص يبغى حلق واحد شعره واحد شعر كذا تك كذا بس بس هذا ولا انا ولا مين لا هذا نفر هذا تك كذا بس تك واحد سجل التحدي الاول بس واحد ايوه بس عادي انت حلك صفر هو حلك ماكينه لا 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 بس 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 بس
اسمح لنا بالله معليش عادي 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 امسك امسك ما ارفع ترى انا عندي خبره خبره ثلاثه اسكت انت لا اقص شعرك انت ها كذا بدنا يرفع فوق هذا شغل كيف كذا 100 100 ما قصيت شيء الا قصيت يا عيال بس حبيبي بس خلصنا خلصنا شكرا معليش حبيبي شكرا 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 بيض الله وجهك طيب الحين خلصنا تحدي باقي تحدي ثاني اصبر ابن الحلال اصبر هذا هذا دقيقه هذه يوتيوب ايوه يوتيوب شو لا اي في دوره في الكبور روح فكه فكه يا رب بشوش 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 بسم الله يا رب والله العظيم لا مش مطار والله والله لا اروح 400 400 كم علينا 400 الرجال حلاقته علينا كم لا لا عادي كم 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 لاقوه 10 ريال 10 ريال خلاص يلا حلقتنا علي الان يا اخوان خلصنا تحدي واحد ومتجهين الى الثمامه سواقنا ان شاء الله مو مقصر يعرف زول هناك يودينا عنده فبهذه الاثناء بنسوي التحديات اللي هو الانتاجيه الانتاجيه عشان الوقت ايوه نتصع على ثلاثه مشاهير نحقق طلباتهم ايوه ايش يقول هنا ثواني فيس تايم ثلاثه من مشاهير خارج باور وقل اطلب اللي تتمناه يعني لازم ندور واحد خلاقه طيبه ايوه بيب بيب مره ما يكلف عليه ما يكلف على اي احد والاسلوب اهم شيء اسلوب الالقاء الالقاء لازم طب ورا ما نرمي اسامي الان يلا نسوي لسته اهم شيء نبعد عن اليوتيوبر ابو سويحل نبعد عن اليوتيوبرز اليوتيوبرز بيسوون محتوى وعارفين مدري عارفين نبغى ناس طلباتهم عن بعد عشان ما نخسر وقت معاهم في اسم بعدين مين حبيب حبيب يسقي والله كل جمعه عرفته ايه ونيس ايوه ونيس والله حبيب حبيب مره ما ادري عندك رقمه احس غلوني ايش تبي اي شيء يقول سلامتك طخ قفل انت ايش بتقول شغلك بس بتقول اطلب اللي تتمنى اي اطلب اللي تتمنى هو مؤدب طب خلينا نشوف حاجه عن بعد غير احس اني يا اخي ما بسويها بتاخذ وقت زور مكان عمره 100 سنه مكان عمره 100 سنه كم عمرها تمام قديمه تمام كم عمرها يا خلقنا موجود استنزل الطمانينه الدكتور ياسر الحزيمي ياسر خذ الطمأنينة السلام عليكم ابو بدر هلا والله مشايه الله يمسيك بالخير كيف حالك الله يحييك ان شاء الله اني ما زعجتك بوقت مناسب لا والله هذا جنبي عبد الرحمن الشلهوب باركور اوه معروف معروف سلمني عليه بالله يسلم عليك الله يحييك بالخير. الله يطول بعمرك كيف حالك يا ابو بدر امورك طيبه والله الحمد لله بخير ابو بدر انا عندي واحد من الشباب قال لي اتصل على واحد من الناس المعروفه واطلبه وقل له بالنص الاتي عندك طلب واحد تطلبني اياه وما اقول لك فيه لا وقلت ابغى اتصل على ياسر العزيمي بنفسه ابو بدر الله يسعدك اللي تبيه بقول لك فيه تم عطني اللي تحتاجه او اللي ناقصك الله يسعد قلبك والله احرجتني اي والله العظيم الله ما بالله سلامة قلبك أن تكون بخير وسعيد وقرة عين يعني لكل من حولك الله يطول بعمرك والله يا أبو بدر أني متصل عليهم وأنا قاعد أقول بنفسي إن هذا من الأشخاص الطيبة اللي لو أعطيه الخيار هذا بيذكرني بدعوة ولكن أنا ما زلت مصمم أني أبيك تطلب أي طلب الله يسلمك هذا طلبي والله صدق والله يا ابو بدر اي والله جعك في الجنة الله يطول بعمرك جعلك بخر ولو بغيت شيء اطلب خياراتك جعل والدك بالجنه تحت امرك ودائما يعني اضرب فيك المثل حتى عند الشباب فوق الامر يا يا حبيبي اجل ودعتك الله شكرا ابو بدر الله يسلمك سلمي على الجميع يوصل يوصل الله تحية للدكتور ياسر الحزيمي والله اني ادري قلته هذا الاشخاص اللي ابغاه والله ما شاء الله عليه نضرب العصافير كلها بحجر ما شاء الله ما شاء الله الله يطول عمره والله اني قلته من قبل الاتصال اي حبيب مره حبيب قال لي بسلامتك اي شيء تبيه والله ما شاء الله نبغى واحد زيه في تحدي سهل وشو لكن سهل عليك وشو مو علينا وشو اللي هو نروح مطعم وتطلب منه اكل مجانا وانا اسوق السيكل شفت مطعم باكستاني اسالك بالله ورب الكعبه جنب المخبز جنب شفت المخبز ناك. جنبه يلا مشينا نروح المخبز نقنع عندي خويا هناك لتقديم الوجبات يا الشركه هذه شيء عندهم يا شباب شركه تقدم وجبات قال قال فول عدس شوف شوف يلا روح روح لنا علاقه سوينا اسم جنن يا سلام دقيقه وش التحدي وش التحدي اكل مجاني حبيبي روح المحل واخذ منه من عندهم اكل مجانا زبد يلا بسم الله والله. كلنا فرات شوف السلام عليكم اشوف صح جربت انت إيه؟ كويس اقسم بالله اصعب مهمه سويتها ايش موجود ايش فيه هلا انت مدير صح لا. انت مدير صح. كيف حالك مدير ايش اسم انت طب.
بخت رحيم ونعم والله ما في مشكله. هذا فيديو ما في مشكله. انا وانت اخو باكستاني باكستاني سعودي سعودي باكستاني سعودي. سوي كذا سوي كذا عشان انت اخو وانا اخو. ايوه سوي اكل هنا سوا سوا. انت انا وانت اكل لازم انت سوا سوا. ما في مشكله يجي صديق. انا كم صديق؟ اثنين بس. ما في مشكله. هذا مجاني ما في مشكله والله. هذا شخص طيب. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب امورك طيبه؟ عساك مرتاح؟ والله العظيم من وجهك ما شاء الله تبارك الله مريح. هذا تركي؟ هو تركي وهو من تركيا. انت من تركيا؟ لا. من وين انت؟ من وين بالضبط؟ من سلطانه. هنا جيراننا عاد. كنا اول جيرانكم بس عاد نقلنا. الله يسعد الوجه. قول امين. واتمنى دائما تكون اسعد شخص في الدنيا. وكل الاشخاص اللي الان يطالعونا كلهم بيدعون لك ترى. تدري ليش؟ لانك الان وانت قاعد تسلم علي قاعد تخدمني في خدمه. عادي انا اكمل مصافحه الان ولا ما هو عادي؟ عادي كمل بينا مده. انا اسف جدا. اسمك تركي صح؟ تركي ايش؟ تركي؟ ونعم والله ونعم. عادي تطلع في المقطع صح؟ ولا نحط بلور على وجهك؟ حط بلور على وجهك. بقي 14 ثانية واسأل الله ان الله يسعدك. والله لا احب راسك. الله يسعد الوالد. الله يبقى قدرك. والله العظيم يا تركي انك خدمتني الان. تدري الان انك دخلت السرور على قلبي. من احب الاعمال للرسول صلى الله عليه وسلم سرور تدخل على قلب مسلم. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. وما قصرت. الله يبيض وجهك. فمان الله. السلام عليكم. السلامة. بيض الله وجهكم. بتعوض كل ما فات ابراهيم. والله. والله. نطلع مبلغ ممتاز. حس 30 ريال. مزيجة. خمسة. خمسين. والله حلو اقسم بالله. ابو عزوز رهيب اسطوري كل شيء. بس ايش؟ شم ريحه روب، شم ريحه فارس، شم ريحه اليوتيوبر. تخربون؟ اي عرف الجو. اي والله صايع لك. خذ الجو. اي خذ الجو. اي ذاك اليوم وانا داخل شورت قال لي لا تنسون الاشتراك. فاهم؟ ولا والله ما ادري عاد. انا اقول انا احب. لا والله صدقوني ما مستحيل. صعبه؟ مستحيل. انا حاجيب ابو عزوز بيكرفنا. طيب خلينا نشوف على مين. دق عليك حمدان ولا بيكرهنا؟ بيقول تعالوا اصطبل. لا انا انها مصيبه. ايش وضع ابو مشاعل؟ ابو مشاعل الله يوفقه. مين؟ عرفت مين؟ عزيز المسمار. ايوه 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 ودخلت عليهم سياره كل شيء. هلا بالشيخ. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا ابو. شلونك؟ كيف امورك؟ حبيبي عساك طيب؟ قلبي هلا بروحي. عسى ما انت مشغول وزعجتك بس. افضالك يا حبيبي. يا بعد قلبي ما تفارق البيت. يا حبيبي الله يسعد قلبك. يا بعد قلبي والله شكرا يا عزيز على كلامك الطيب. يا بعد روحي. عزيز ابى اقول لك شيء. سم لو اقول لك عندك طلب واحد تطلبه مني ما اردك وش بتطلب؟ انك تطلبني شيء اقدم لك تحتاجه والله العلي العظيم. لا انا ابغاك انت تطلب مني طلب. اقسم بجلال الله اني اتمنى اني ادري وش تحتاج وقدم لك. يا بعد قلبي. لا والله يا عزيز انا ابغاك انت تطلبني مو بانا اللي اطلب. ايوه هذا طلب انك تعلمني وش تحتاج. هذا طلب كبير. اعلمك وش احتاج وهذا يعتبر طلبك وتنفذه لي. سم قول والله لنفذه لك. ان شاء الله اني انفذه لك بقدر المطلوب. ابغى رقم حسابك البنكي. يا بعد روحي. يا تم هذا الطلب. قل تم. والله تم. قل تم. الله يطول بعمرك. نفذت طلبك الان انا صح؟ ايه. الله يسعد الوجه. اجل انت ضرق من حسابك يا اخي. يا وش علمتك هذا اللي عندي. خلاص لا تناقشني مره. انتهت المكالمه. انتهت. الله يسعد قلبي. يا قلبي يا قلبي يا عزيز. لا 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 والله لا والله لا والله. لا والله العلي العظيم ما بقبل اي حاجه. واعلم يا عزيز انا اسمعني بقول لك شيء. بس بقول لك شيء ترى انا الان عزيز انا الان قاعد اصور تحدي مع العيال اني اتصل على واحد وانفذ طلباته. انت الوحيد الان صدمتني. انت عكست الليله ولكن هذا طلبي ابيك تنفذه. اي لا اشوف العباد ما في مشكله بس تكفى. معلي نتبع. ما يخالف اهم شيء اللي قلت لي تم وتراني انتظرك. الله يحفظك. يا ودعتك الله. هذا الثاني يلا. هذا الثاني يلا. هذا الثاني يلا. هذا الثاني ايوه. باقي واحد من السيارة ينفكر. خلصت انتاجيه كذا لما تقوي شنق. والله يا جماعه ان اثنين بس اقسم بالله ما اتصلنا على غيرهم. ربك لا تحسبون سوينا كتر واحد وما طلعناه. في واحد كيف غاب عنك؟ مين؟ رايد ابو مشوار. رايد بس بيطلبني. هذا وش بيطلب؟ عندي واحد. مين؟
السلام عليكم. السلام عليكم. هذا صديق سوانا عبد العزيز. هذا عبد العزيز. كيف حالك تيجي؟ هلا. هذا فارس. هذا شويه هذا سوي شيء ذاك. هذا صديق كريستيانو. معلوم رونالدو؟ برنت. برنت. برنت انا. اوه. والسلام. الله يعزك يا ابو سعود. تفضل. مجانا هذا؟ شوف حبيبي مجانا والله حبيبي انا والله ما في اكل انت بعد لا انا ما في اكل انت سوا سوا شوف يقطعنا الخبز حبيله يقطعنا الخبز اول انت اول انت اول اول انت اول انت اول انا ما في سوا 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 يلا بسم الله بسم الله سمو يا الربع شوف ما قاعد ياخذ لحم قاعد ياخذ ذا الليل اللي جاب تصدق واو والله العظيم كويس انك بس بالسام كم قوة زيادة؟ هذا أنا. كم فلوس يجي؟ شوي. أيوة. 600 ريال يا عمري. شكراً والله مدير. والله بختريقين شكراً. ورب الكعبة. إذا حنا فريق هذا فوز أنا يرجع مرة ثانية أسوي هدية كبيرة والله. أي والله. السلام عليكم. شلونك طيب؟ ما عندك شماغ وعقال عندك شماغ وعقال مرمية ورا شيء الله يسعد الوجه والله ما في لا يا أخي خلت فتليش الله يصلع كرواتك الله يسعد الوجه ما قصرت الله يسعد الوجه كنت معني في تحدي سهل ايش خلاص خشت المقرد شوت ماذا؟ الله يقلعك هو اي والله رجال الطيب اسمح لي يا الغالي عندك يوتيوب؟ ودي نشترك في قناة واحد من أخوي أنا تسمح لنا عادي اكتب شونج شونج اكس بونج بس شونج يطلع لك بسم الله واحد بيض الله وجهك بيض الله وجهك ما قصرت بس هنا 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 هذا هو الله يبيض وجهك اشتراك شونج بونج اضغط اشتراك اضغط اشتراك هذا اثنين بارك اثنين. الله فيك بيض الله وجهك انت في جوال الحين ايوه في طلع جوال سبسكرايب الله اكبر الله ثانك يو ايش هذا حقت ايش حقت ايش اصبر ابن حلال اصبر الناس بتتفكر خلوا هذا ايش خلصت رقم قناتكم الله يا شيخ في هدية أنت متزوج اي الحمد لله ونعم الله يبارك لك متزوج وش تبي هدية زواج تبي هدية بس انه يعني مكان نقيل ما في مكان كورة تبي شيء 150 دقيقة 450 غبي ذا تفرق معك يفرقون في البيت ها 450 طيب طلع اللهم انت ربي زايد 450 2790 معنا ممتاز الرجال الطيب نشتري له هدية نشتري لك هدية ونديك ولا تعال معنا تسمح لنا الله يرفع قدرك خلودي 25 والله انه حبيب ورجال اي والله صدق مسعود يطلب منك شيء تموت والله خلودي رجال خلودي 25 ابو سلمان ارحب يا ابو سلمان الله حيا نسيت بالخير سيد النور يا عسى ما انت مشغول ابغاك دقيقه طيب قاعد اصور مقطع الان ان شاء الله انه ما حد جاك قبلي واقول ان شاء الله انه ما حد جاك قبلي وقال لك الكلام هذا تمام لو اقول لك يا ابو سلمان عندك طلب واحد اقول لك فيه تم حلو ومني انا وش بتطلب؟ والله يا ابو سلمان انت ابوها وسمها ما اقدر اقول لك شيء. انا اول واحد ولا؟ لا انت اخر واحد. اخر واحد دقيقة. يلا عدم. انا بفكر. طيب سم. يعني هو ابو سلمان الفكرة اني ادق على واحد واذا قال لي طلبة اقول له تم. ما اقدر اقول لك اي حاجة لا انت الموضوع عندك. انت بالرياض سلمان انا عندي تحدي ب 24 ساعه لو احجز لك الان بتجي طيب الساعه 12 برج المملكه مقفل انا ما عندي مشكله احجز لك بس احنا عندنا تحدي ب 24 ساعه لازم نسوي التحديات اللي عندي بالورقه واذا ما سويت تحديك او طلبك راح اخذ المبلغ طبعا معي ابو سعد هنا وماسك قلبه ابو سعد اي ابو سعد وابو سويحل جنبي كلهم تعطيني ايش فيها ليش ليه تقول اسمي ليه تقول اسمي الحمد لله اني ملط بس خلاص 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 كل شيء الا سكسوكتي جيب لي لبس ها والله طقم له طقم يا عيال ورب الكعبه
والله اني قد شريت من ذا المحل ورب طقم له ورب الكعب انا مستعد ادفع له من فلوسنا والله مستعد طقم له اي والله طقم له خليه يلبس والله تكفون السلام عليكم والله يا عيال طقموا له طقمنا انا اتوقع مقاس اكس لارج مبدئيا صح دين ها ايش رايك نتخيل يمشي في البحر نتمشى يمشي على الشاطئ وعندي شيء ثاني والله رهيب عندي شيء ثاني تفضل لا اخضر لا اخضر شوف هذا كم تكفى لا تخش ما قال تكفى تكفى يا ولي يعني مبدئيا راحت 100 شلون؟ مع الخصم بيخصم لنا خصم بيطلع 50% اوف انا محاسب عارف نظام محاسب يا رب يا رب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يعني شو يعني كيف 289؟ هذا بخصم ولا والله ساعة الشرط ب 100 خلينا نلعبها بزنس بزنس اوكي غدانا جابنا 600 حلو والحين نعطيه هديه بيجيب لنا فلوس زياده ها كيس رز كيس رز والله يسعد الوجه كم اعطونا كيس رز وين حصله كيس رز وين كيس رز الشيخ بيض الله وجهكم ناكل بيتك والله ارفع قدرك كل عام الله يرحم اسمع ضحك والله ضحك اثنين ترى نقدر نسوي تحدي في تحدي والله خلاص انت تقول اثنين ضحكوا واعطيناه هديه انت كم المبلغ اسمع 79 طيب النقص حبيبي ادفع الحين اول 79 صارت معانا 2711 اصبر 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 عند الرجال هذول عندي ثلاثة تربل ضحكتهم خمسة لا تضحكون اصبر اقول لا تضحكون يضحكون عندي نكتة عنده نكتة عنده نكتة تعال علينا يلا ها طيب تعال علينا معهم تعال علينا معهم طيب اذا ما ضحكنا وش لنا؟ مالك لا مالك شيء لا 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 تضحكون تكفون في ايراني تزوج يابانية خلف ولد ايش سموه؟ سموه آية الله سازوكي واحد ضحك واحد من اثنين هذا ما ضحك هذا ضحك شوي ما جذب هذا ما جذب قل نكتة زي الناس اسمع اسمع في مصنع قهوة ايوه انفجر وش صار؟ وش صار؟ لا 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 معليش برداني برداني اسمع والله اقرا لقيتكم مثل النكتون 450 يا اخي ابل يا عيال تكفون 450 حلوه مره معنا 3711 توكلنا على الله اقسم بالله لك العن ام الشنب والتفله يا عيال وانا اقول ايش المخرب وجهك لا سكسوك والله سكسوك ازق يبغى لها تنشر لا تحطفون لا والله هذا الموس هنا ما بقاله موس حلقه موس لا مكينه مكينه هذا موس انا بروح اشوف مكينه ما بقاله لا تستعجل وانا خط بروح اجيب مويه من البقاله لا حد ينسى اي بروح اجيب مويه من البقاله مويه مويه بجيب مويه بجيب مويه من البقاله بجيب مويه عشان في بنزين هنا افتح الباب اخوي ايش فيك جايب بارد ما شاء الله مشروبات 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 ابن الحلال هذا 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 العشم هذا التسنيع يا سلام من يبغاه هذا تفاح اخضر حق الزبده ان يبغى لنا قهوه يا عيال ضروري ايه يبغى لنا قهوه انا جوعان صراحه نجيب لك اكل ما يخالف هذا هذا طيب نجيب لك اكل بس نجيب اكل طيب هذا يلا يلا راح هاف مليون هاف مليون يا سلام والله يصح عليك يا اخي اقسم بالله جات بوقتها يا عيال بس نخلص التحديات الى الان سوينا تحدي واحد وفي 900 ريال حلوه مره يا عيال تفيد مره تفيد مره يب. مره طيب بلاك بلاك الو السلام عليكم يا شيخ قدام اتوقع ان اللي هنا كلمه شفت ايوه مدير عطني واحد بلاك كوفي سهلات الحين معنا 900 ريال باقي تحديات الزول هذا احس بطلع لك 50000 انت برصيد بصير بصير وقف ثواني وقف ثواني وقف ثواني بعد هذه ايش ذا؟ ايش؟ تعال سيب ولا حرك 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 هاي ما تشعل ما تشعل ما يشتغل ما يشتغل والله ولا حرك ولا حرك ولا حرك ولا حرك ولا حرك وزو عشان نفوز عشان نفوز عشان نفوز تعاون معنا تعاون معنا والله والله بعطيك ربع بعطيك ربع يوسف بعطيك ربع يوسف يوسف واحد واحد خلاص اشوف امسح والله امسح والله وجر الميرونينه شيء 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 لا 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 شوف شوف لا كويس كويس شيء شيء
ما شلت شيء بس في شعر طايح تحت ليه؟ حلقته الحين لازم احلقها. شوفها. لا والله خربت يا ولد. روح كذا بس معلي ممتاز. لا بس عشان تضبط ما بخرب عليك. لا لا انا ماني دخل كذا. خلني اوقف قدام بس. اقسم بالله عند الوضع عارفه الان بتقلب فوضى. لا يا عيال مشاكل. فور ذا تيم فور ذا تيم فور ذا تيم فور ذا تيم لاجل التيم لاجل التيم لاجل التيم لاجل التيم يا شباب لاجل التيم لاجل التيم. لا 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 لاجل التيم. وينها وينها؟ رميتها وين الماكينه؟ صل على محمد. والله يا عيال مو خشب كم تسوى. خشب والله اجلس عليها والله والله اجلس عليها ما عليه بدا والله معك. شوف كيف منتوبه من مين؟ اقسم بالله حلوه اقسم بالله منتوبه هنا ها والله لك والله لك عادي لك تعلم لك واحد مجنون والله عادي. صلى على محمد ما طاح شيء ولا صار شيء. طب كان يمديك تطلب باحترام. انا داري بس انا حسيت الموضوع ما في احترام والوقت ضيق ما عندنا وقت. تكفى على الثمان والله تاخر اقسم بالله. نغلفها ولا عطوه نسلمه كذا. انا خلاص والله بدون تكاليف والله صدق سعرها غالي مره يعني هو براندنج وكذا. اسحبها ها موديل ابغى انت شويه يجي نسوي له ايه انت. معلش انا اسوي هذا اول شيء والله شكرا. انت اسوي ضيافه باكستاني سعودي باكستاني. بخت الحين هذا هديه. انت روح باكستان سوي يلبس بحر سوي يلبس شورت. هذا في شورت حقه بحر سباحه كشخه مع قميص هذا ازرق كذا. قميص شكرا. قميص ازرق ما يلبس هنا سعودي ما في رياض ما في بحر هناك في باكستان. اوكي حبيبي بخت الحين. حبيبي بخت الحين. شكرا حبيبي. 550 ايوه خلاص شيل قوه. شكرا يا عيال. يا عيال طلعنا 1150 ريال اخوان الكرام بعد قسما بالله 50 دقيقه خط جوجل ماب. ايوه ما بقي ساعه ما قلناها وكذبنا وسواليف وصحيت 67 دقيقه. حاب اقول لكم ان الثمان ما طلعت فاضيه. الله يقطع. بغيت اقول من هي يلي مسوي ذي ليله الرياض يلي يعرف. انا عارف هناك واحد عنده خيمه دبابات. انا قلت قبل شوي قلت احتمال ان المكان غلط. والله الوقت منا قاعد يركض الان هذه مصيبه يا عيال. لازم ساعه راحت ساعه روحت 1400 ريال. هي لازم الان كم توتلنا تقريبا 900 و450 ايوه 1350 تسفر واحد. هذه ما توديك الجنوب. الجنوبها ما توديك. وابلعوا هذه طفت الاناره. الان اناره كشاف ابو السعد. هذا جوال ما في شاحن. رسميا التحدي هدف. طيب ودنا مكان فيه بشر يمشي. مكان فيه بشر؟ ايه محط. والله الحين المحطه الحين تسلم عليه يد ماعز ما نبي. رجعنا الرياض. تكفى هذه عبودنا. ما في تحدي حق احنا رحنا مسافه بعيده. ضحك ثلاث اشخاص قريبين سهل. يلا نضحك ثلاث اشخاص قريبين. هذول وش جالسين؟ ثلاثه سبحان الله لقيناهم عندنا. مين ضحكهم؟ عبود. وش تسوي؟ مدير السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف حالك؟ مدير 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 يلا سي 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 سي. وش هذا كيف ضحكته؟ قاعد احاول خليه يستغرب. اي ضحك واحد ضحك واحد ضحك اي ضحك ضحك ضحك. انت شبك كيف حالك؟ طيب تمام. هذا سوي سي. يلا جو 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 سوي سي. ايوه سي. يلا سي يلا سي سي. ايوه سي. لا انا ما اخذ كذا كذا سوي سي سي. ما في معلوم. شكرا يلا. بس كم واحد ضحك؟ طيب اصبر. هذا ضحك وهذا ضحك. اثنين. هذا ما ضحك. يلا طيب واحد ضحك دغدغ سوي شيء. انا ما اقدر. ايوه شلون تضحك انت شلون؟ ان شاء الله دوام كامل ان شاء الله. يلا هذا اوبن اوبن علي اوبن اوبن. بسم الله. ايوه حبيبي يا عمي. شكرا علي. 450 ريال حبيبي انت. حبيبي شكرا شكرا. مع السلامة.
باي باي. معانا الان يا عيال ما يقارب 4300 ريال. طيب الفلاش صح معليش. اقنع شخص يعطيك شماغ وعقاله، هذه قهر ما سويناها. لازم نسويها يا عيال. الحين دقيقة عشان نفهم مرة نقطة مرة مهمة يا عيال. هل إذا خلصنا صف واحد بيجينا بونص؟ أيوة 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 يجينا بونص 500 ترى. طيب خلينا نسويها، كم باقي لنا تعدل الصف؟ عندنا الصف هذا بالطول في ثنتين، في الصف هذا بقي فيه ثلاثة. أبو ثنتين وشي الباقية ثنتين. وزع أكل على عوائل محتاجة واقنع شخص إنه يعطيك شماغه وعقاله. هذه سهلة والله، توكلنا على الله. سهلة إن شاء الله. روح 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 أقرب مطعم، روح أقرب مطعم، منها ناكل ومنها نلطش ناكل. خيمة 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 كمل عشان ما يطلع الكرامي. كرامي تحية لهم في كل عام. عام ما له. خلاص. 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 قصيدة زين الناس. هذه قصيدة. سلام الله كرامي تحية لكم في كل عام. أنت بس خلاص خلصنا. خلاص قصيدة هذه. كذا أنت كذاب. خلنا نفتح خيمة. بيجي ما بعمل. أنا ما سويت أي شيء بتعدي هذا. 500 ريال. ممتاز. 500 حبه 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 مضغوط مجيد. وحبه من وحبه شوايه، بس الرز مندي الشوايه. لازم ميزانيه بعد. ايه ميزانيتنا كم؟ والله ميزانيتنا 117. والله كثير. طيب 3711 ناقص يا عيال كثير والله 117. ليش تشطبت واجد؟ قللوا على نفسكم شوي يا اخي والله. مني طلب مني طلب ابو خليك فهم معه. خليك اشطبت كذا نقصنا الى 3594 ريال بالضبط. هذا مسدح جاهز يا عيال. بس بس وش نسوي معاه؟ بس فراو شيء قدم قدم هناك فينا هناك خيل. شوف الخيل وين الخيل؟ شوف الخيل وين الخيل؟ شوف الخيل هناك. هذا بس سوق عنده وقف عنده وقف عنده. مساك الله بالخير، كيف حالك يا زول؟ طيب ان شاء الله. احنا جايين نسوي عندك اشياء طيبه، نبغى خيل. حلو، في خيل عندك؟ يا سلام على جوك. خيل ونبغى. اول شيء كيف حالك؟ ايوه كيف امورك؟ كيف صحتك؟ دوي قز. انت من اهل السودان؟ كم لك في السعوديه تقريبا؟ 12 سنه. طيب الان هذا ابو السعد، هذا مشهور معك عنده تقريبا كم عندك في اليوتيوب؟ 12 مليون. هذا 12 مليون. انا قناتي وريت الرجال هذا عنده تقريبا انا اللهم لك الحمد 15 مليون. اللهم لك الحمد ما شاء الله. واحنا يعني نبغى باذن الله يوم من الايام نزوركم ان شاء الله في السودان. تمام. وشوف هذه عندنا كم تقدر تبعد في 24 ساعه. احنا بنسافر سفره بعيده، والسفره هذه محتاجين والله نحتاج فيها يعني اشياء كثيره مساعدات. نعم، فاحنا بناخذ رايك الان. عندنا سلمك الله. لو تشوف التحديات هنا مكتوب غيروا كفر سياره. في شيء تبي نغير لك اياه؟ كفر سياره حاجه غير على حسابك؟ على حسابي. وفي سيكل عندكم؟ سيكل ما في سيكل. طيب متزوج؟ يا سلام يا سلام يا سلام هذي. الله. طيب عندكم حصان؟ ممتاز. مرة دقيقة؟ ايه مرة دقيقة صح؟ يا طيب. سلام اسلم بدي اسوزك مع شخص غريب. إيه. يا سلام تبديل الجسم هذا اصلي ذا صح؟ ودي فيه اسمح لي. ها؟ ما في نبدل؟ مثل ما انت مثل ما انت مثل ما انت من باب الاحتياط. يا سلام يا سلام يا سلام سوينا تحديين ما شاء الله عليك. يا سلام يا زول. طيب يا زول اسمع ما ابغى باقي في تحدي ثاني. ضحك ضحك الزول الزول ضحك 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 والله دقيقة تعال انت تعال تعال يلا دقيقة والله الزول باقي تعطيني البوردك. قلت انا بقول شيء جيت ثاني. وش الساعة 12 اليوم؟ اليوم 12 الساعة 12 12 958 ريال. بس مصر ما هي بعيدة يعني. مو بعيدة مصر. مو بعيدة. طيب خلينا نشوف الخيار الثاني. أنا بعلمك. في مدينة في ماليزيا. ماليزيا الدولة الوحيدة. ماليزيا. اللي نقدر ندخلها بدون فيزا. كدولة آسيوية بدون فيزا. والله العظيم. قسم بالله. قسم بالله. في دولة أوروبية. لازم ترى اليوم يعني نلقى هناك. دقيقة دقيقة. لازم اليوم. في دولة أوروبية كمان نقدر نروح لها بدون فيزا. وش هذا؟ وش تركيا. تركيا ما تعتبر أوروبية ولا تعتبر أوروبية؟ إلا أوروبية من أوروبا. تعتبر أوروبية. والله. إيه. بسم الله. هذا الحصان وش هذا؟ كل شيء قاعد كل شيء قاعد يتوالى كل شيء في مكان واحد. السيكل بيطيح من فوق. طيب تعال نبغى نفك التحديات اللي سويناها. طيب اول شيء احمد خلها مره واحده. مره واحده مره واحده نفك الان السياره مره واحده. طيب اصبر نبغى حصان. ابو السعد تعال حصان. عندكم ناقه؟ في ناقه ما شاء الله ما شاء الله يا ربي يا ربي. نبغى ناقه نبغى ناقه
ناقة 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 يا رجال. والله لا اصبر اصبر، مو مكتوب تركب ناقة يا حمار. اشرب حليب في حليب، في حليب نبي نحلب الناقة. والله ينصر دينك يا اخي. يا سلام عليك. طيب اركب حيوان ومشي 10 متر فيه. ابغى اركب. يلا بسم الله. يلا حط بيدك، حط بيدك، انطلق. بسم الله معاونتي ما منها فايده. تخيل من تحت، من تحت رجلك يا رجال. من تحت، من تحت اعتمد على رجلك كامله. ايوه بعدي بعدي يا بيه. يلا عادي احسبوا لي 10 متر بالضبط. يلا انا لحالك ابو شايل. لا مو لحالي، ما قال لحالي. يلا احنا في مطار الملك خالد. لا كم مر متر لين اللمبه، لين اللمبه. خلصنا 10 متر صح؟ ايوه ايوه. يا سلام، هذا الزول المنشد، هذا الزول المنتظر، هذه اسطورية الزول من بداية المقطع. قايل لك البداية. أيوة. والله العظيم الرواية، رواية الزول. بس 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 كي ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة أربعة. السلام، الجزمة، باقي الضحك. ضحكنا واحد باقي. هذا الضحك ضحك ضحكة. تعال قرب قرب كذا ضحكة. هذا وضع ما يضحك. اسمع، بيقول لك نكتة تمام، لازم النكتة تعجبك. بعد لي عن هذا بالله. ما عليك قرب يا اخوي، قرب بعيد عنك. يلا قول ما جاك شيء. قول النكتة. يلا نكتة. عطى حاجة تصرف، لازم الضحك. في 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 فيل، بخترع شيء، في فيل زعل، زعل من ابوه الفيل، لان ابوه لكل ما جاب نملة، الفيل لما يجيب نملة يجي ابوه يذبح النملة. فجاء قال يا اخي كل مرة تذبحون النملة، هذه النملة لا احد يذبحها، لا احد يذبحها. ذبح يبغى ايوه ذبح ذبح زق مره النكته. ما ادري يا احمد ورطني. هو انت ترى مو زين سالم عشان معك حصان. اهدى شوي، ادخل جوا، ادخل جوا. ايوه قطعه صغيره بس. تعال 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 هنا. يعني قطعه يويلي لحم. ايوه فارس فارس شوي بس شوي. خلاص ادخل هناك طلع شوي شوي شباب. ملح ملح يا شباب. بالعافية والله يا سعد يا ابو سعود، بالعافية والله، كلكم ابو سعود بالعافية والله. يلا يلا بدر الاثنين الاثنين. يا سلام. بسم الله. واحد بسم الله. سموا بالله يا عيال، سموا بالله. شوف المويه ما يحتاج، ما يحتاج، هو خايف شكله. اول مرة، اول مرة والله. عندك يلا. يلا واحد اثنين ثلاثة. يا رجال ياكلها حلاوة، هو ما قاعد ياكلها كذا. شوف مسعود حبيتها. لا شوف مسعود شو الدوا. راحت يا عم، انا راحت والله. والله العظيم انها بالعافيه والله يا سعد بالعافيه. يعطيك العافيه. عطني قطعه. خليها ايه، افتح 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 خلاص. لا خلوا رجع، خلوا رمي الحمار. رمي الحمار ما قصر، هو اللي اعطاه اللحم. بسم الله. حلو. كم؟ 700 700 ولا 500؟ ما قال. شوف 700 700 700 700 حلو حلو حلو. كفو، بقى الله وجهك. ما قصرت والله يا ابو علي. في رجال لابس شماغي هناك. والله ذا انه والله انه ماسك. والله اني اعطيك اني اعطيك بكريه من الظهر ما فكر. كيف حالك؟ طيب عادي تلبسني شماغك وعقالك؟ ما اصورك بس انا بتصور. مره حط عليه بلوغ. بيض الله وجهك. الله يكتب اجرك. بيض الله وجهك. الله يجزاك خير، اكتب اجرك. انا ودي يا اخي. ايش انت ودك؟ يا اخي قول امين. الله يزوجك اربع. لا واحدة كافية. لا حول ولا قوة الا بالله. داعي عليه يقول. والله انا دعوة. اعوذ بالله ليه؟ اسلام. بس. بيض الله وجهك. بس عشت. اسمع عطني. افكها بس ثواني. دقيقة. يا الله يا كريم. يا كم يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا رب يا رب. 550 حلوة. 550 ولا 400؟ نفس الوزنية. 550 نفس الوزنية. طيب عيال ترى باقي لنا رجال شماغ. وزع اكل على اول محتاج. اذا خلصنا التحدي هذا نخلص السطر كامل. اذا خلصت السطر كامل تاخذ بونص 500. فنوزع الاكل. ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ ابو احمد. ابو احمد صديقنا ابو احمد. عندك يوتيوب؟ كيف حالك؟ والله تمام. اسمك ابو احمد؟ ايش اسمك الاول؟ جمال عبد الرازق. جمال. طيب جمال ابيك تفتح الجوال حقك لو سمحت. روح يوتيوب الان. ابغاك ما في نت عندك؟ اكتب شونك شونك شاء. اصبر اصبر وريهم. وهذا الاشتراك يا جماعه. يا سلام تستاهل الطيب. اللي بعده اللي بعده. ها اللي بعده. وهذا الدعم من اخواننا في السودان. الله يحييك. الله يعز اهل السودان يا شيخ. شكرا.
الله يعطيكم العافيه. وجوهكم طيبه وتستاهل. انت طيب يا عسل يا ابو احمد الحب. ناركم والله تشرف. انا حتى اسقيني حجي على التهريج 50 زياده. طبعا الاشتراك يا جماعه الواحد 50 ريال تخيل. بس والله تستاهل. الله يعلق. طيب تقدرون تجيبون لنا ناقه؟ ابشر ان شاء الله والله ندرت عيوننا. طيب تكفون مستعجلين تكفون. خلاص اسمع خلي ناقه وقت ثاني. اي تمام اذا حصلت اعطونا له. اعطني رقمك. انا احسن من بعده يلا نوقف يلا اللي بعده. بسم الله الاشياء اللي خلصناها في الربع ساعه اللي هناك. ايوه خلوا ثلاث اشخاص يشتركون بالقناه. اول فتحناها كانت 50 ريال بس حدثوا الان 450. حلوه حلوه 400 4000 الزمن. اركب حيوان وامشي فيه 10 متر. ايوه سواها ابو شايع بالخير خيال. 600 ريال. حلو حلو. بحسب يا عيال الى الان كم؟ والله حلو المبلغ. كم 2900. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب يقول لك هنا بدل شوزك مع شخص غريب. هذه لازم فوق ال 500. ايه لانه محرجه مره والله. 750. كم وصلنا؟ 600. يا سلام. طيب باقي ما خلصت. صافح يد غريبه 60 ثانيه على هالمحنك. صافحنا بسم الله. 550 معليش. يلا يلا كم توتل؟ 4200. يا سلام. تعيت ربع ساعه سوينا اغلبها. 4200. طيب احنا الان 4200 سفرنا عشان الوقت ترى باقي ما حجزنا رحله. يا اخي هذا شيء هم ما ادري والله يا عيال. باقي رحله اذا بتسفرك وتسكنك. لا صدرت ما نبغى نسكن احنا. بالشارع نام. صدرت. اقسم بالله ما تسفرك. لازم اقل شيء. اربع وحنا ثلاثه يا عيال. لازم 6000 ريال. الميزانيه على الواحد بنقول 2000 ريال. 2000 2000 2000. 6000 ريال. اي بس طب ممكن احتاج مويه. فاهم؟ انا في مكان ببالي شيكت على السعر. ايوه. اللي يبغى لنا 1000 زياده بس 1000 زياده واحنا مضمونين. طب السؤال عشان انا بمنطق بس تبيني اروح هناك انزل في مطار ارجع اركب ارجع تحط ترسل اهم شيء موقعك. ايوه ننزل بالمدينه هذيك نرسل موقعنا ونرجع. انت تعرف وين بنسافر؟ لا. طيب وين بنسافر؟ نقول لا انا ابو سويح. يعني ليه انتم تعرفون؟ لا ليه؟ انا ابو سويح لقينا مكان خططنا على مكان. انا ابو سعد يا اخي. انا ابو سعد خططنا على مكان. ايوه مكان محترم باذن الله انه من امه احد يفوز عليه. ورب الكعبه تجربه جديده والله. بعيد. طب وش ولا عمري قد رحت له بحياتي. طب وش ولا عمري فتوقعت اني بروح له. طب وش بس عشان افوز بروح له. طب وش اقسم بالله العلي العظيم انه مكان غير متوقع. طب وش بالله يا عيال علموني. بتعرفه في الطياره. والله فككتوها يا عيال. في الطياره. مستحيل ما قصدك. جوازك معك؟ امورك معك؟ ايه في الطياره. اي بس راح اشوف انا وين رايحين. بس هو تحدي تسمع الفاينل كول في المطار. ايه تسمع في المطار. ايه لسه 4200. طيب خلينا نشوف كم سعر الرحله. ايوه وضع لو ان شاء الله في الصندوق الاسود نركب كلنا وقاف. ايش على الواقف. وين هذه؟ ايش؟ في الطياره ناخذ. انا في اسوء شيء. انا فيرست كلاس. ليش فيرست كلاس؟ حبيبي اقسم بالله بغينا نحب الزول. هذه ايش؟ هذه ايش؟ عشان الحلاقه. اي عشان الحلاقه ولا حد 100 ريال حقك بعطيك اياها 900. ما ابغى 900 ريال ابغى فيرست كلاس. ما في فيرست كلاس. ما كيف بزنس كلاس. فيرست كلاس ما ادري انا لو قلت كلنا ما نجيب. خلاص بزنس كلاس اللي هو فيرست كلاس. نعطيه بزنس. حتى انا ابي بزنس. لا حتى انا ابي بزنس يا عيال. لا ميزانيه. انا معلق ما عطيتني فلوس. يلا سعرها لو باخذ بزنس. ها وين ابعد هناك يا ابو شايع. تكفى يا ابو شايع. ثلاثه بزنس. لا 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 انا اول حاجه يا عيال. انت متعصبنا ما تبي تروح. هذه سعرها ثلاثه بزنس. شوف وريهم رايح جاي. دقيقه هذه سعرها واضحة؟ طالع المكان مو طالع المكان. هذه سعرها ناقصها 3000 ريال. وجه انطلقنا ما في وقت والله. خليني اشوف الساعة كم هذه؟ يلعنون بالغبن. هذه الساعة 10 الليل. لا 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 في رحلات حتى على نهاية اليوم. هلا بالشيخ. السلام عليكم. قول لي الرسمة. قول لي الرسم. شلونك؟ يو يو مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي. يو دي بسوي لك حركة. كيف حالك؟ يو 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 مو طبيعي. لا ما حالك. عنك. تسمح لي بالشماغ الخرافي هذا اجربه احطه اجربه شخص نفس حسيت. ها انا عارف ان عندك دوام بس اسمح لي. والله الموضوع اعطى رد قوي قل له يلا احتاجه بسمع عقاله يضحك دقيقه واحده. خلونا سؤال ادري تبي يا زعل بتمحض. طيب حبيبي تسلم. يا الله العافيه. تبي الطاقيه ولا لا؟ لا ما يحتاج. شلون ما يحتاج؟ والله يحتاج طاقيه. طقية مرة واحدة قدامك اعطيتني سوى كذا بيعطيك الثوب. اي رسمي. القلم ترى ما يمنع بعد ما شاء الله. ايوه الرجال مداوم كذا بتطق. اسمع الرجال مداوم يعني هو مسوي نفسه طويل. عرفت عارف البسمان. شوف
خلصنا ما بقى شوت سلم يعطيك العافية. طيب الحين يضحك خلاص خلصنا الحد اللي بعده يلا بيض الله وجهك يعطيك العافية تسلم تسلم حبيبي الله بس عطني نص ساعة ورجع لك طيب اسمع بس كذا خليه يشخط خليه يشخط بس كذا يلا طيب اشخط لا توقع لا اسمي سلطان ونعم الله بالصلاه عطى ايوه يا رب حلوه بالصوت حلوه يرفع جواله عطى زايد المحاسب فارس يرفع جواله كم وصلنا 7000 زايد 5550 550 والليل بالصلاه صراحه والله ما قصرت حبيبي كيف الحال تعال حبيبي كيف الحال طيب اكل ولا اكل اكل يبغى اكل اوكي هذا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اوكي بالعافية حبيبي يا حبيبي هذا يا حبيبي عفوا هذا اجر ان شاء الله لنا ولكم شكرا يا حبيبي الحين هذه 500 3000 راحت لشخصين لا بس الحين بحسب 500 بونس البونس هذه حسبناها باقي التحدي اللي عندكم الحين هو ذا اللي بنفتح الان بسم الله يا رب تحدي بس يا عيال كذا سافرنا خلاص ضمننا السفرة اي خلاص ضمننا السفرة 4500 طب الحين احنا سافرنا ما عاد نبيها هذه اصبر نبيها قهوه نبيها هناك نشتري بقلاوه والله نبي نشتري بقلاوه كيف لازم نسوي 600 اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حلوه مره 600 ريال يا عيال 600 طيبه 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 يلا من فضلك السلام عليكم شباب كيف الحال طيبين طيبين الله يسعدكم ما شاء الله تبارك الله الله يعطيك العافيه كيف شفتني من برا انت شفتوني برا؟ شفتوني برا؟ تحسبني كاتشب؟ تحسبني كاتشب ها؟ عشان مربع ها؟ قول تحسبني انا مربع لوني احمر شطه لبس ها؟ شكرا لك الله يسعدك شكرا لك الله يسعدك شكرا يا شباب اما انت رب الكعبه لو ما تحط كتله امسكك بالحبل انت هو القحطاني واحلقكم والله الله لا يوفق ابليسكم الله لا يوفقكم اكسر صوتك اكسر صوتك ما فيها تكسر صوت يبي يرجع القصر وبنام خلاص هو بسافر معكم حتى يا عيال اطلعوا صبوا بكم اركب 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 والله ناس ناظر لا تدخل كلهم فرق رقم كلهم ثلاثه اربعه مضطره صرت شفت شارل شابلن اللي ضحك الناس بالصوص انت ابو شنو صغير يضحك بصوت مستر بن شارل شابلن اقسم بالله لحظه اول شيء الله يعافيهم يا رب ويشفيهم اللهم امين ما ابغى اضحك بس الحين ايش صار معك طيب ضحكهم لا كيف ايش قلت لهم انت كيف بغيت؟ اقدر احمد اتكلم والله واحد رحت قلت له ليش طلعوني من برا؟ تشوفوني كاتشب؟ ايه ما حد تكلم بعدين سكت وقلت اما اللي الدرجه بايخه قال لي اول شيء انا اضحك عليك ما اضحك عليهم حلو حتى دقيقه لا لا بعد والله يا جماعه والله العظيم اني ما اضحك عليهم الله يشفيهم ويعافيهم ان شاء الله ويكتب اجرهم في الاخره بس انا قعدت اضحك ان انا صملت اني ما عرفت انسحب صملت قاعد اقول لهم كذا يعني وش كان الذب؟ مربع انا شو كنت كذا انت قاعد تحاول ايوه انت حاولت حاولت انا والله اني انحرجت انحرجت لدرجه اني حاولت اضحكهم بالشرح ما اعرف يلا ضحكت والله ضحكت ننزل على الماليه ناخذ صوره بسم الله ايوه عبود افتح العين وينها؟ صور مع ابراج هذا طويله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب ان شيء يسوى كم اهلا وسهلا تمام يا ربي لك الحمد كيف صحتك طيب الحمد لله في نعمه والله
لله. أبسألك بس استفسار على السريع، أحتاج أحجز 3 أشخاص ذهاب تركيا. تركيا سياحي. كم تكلف ومتى أقرب وقت؟ إيه تركيا تمام، متى أقرب وقت؟ على اسطنبول ولا على فين؟ على اسطنبول. إيه على أي شيء؟ اسطنبول. والعودة ما يحتاج؟ لا ما يحتاج العودة، راح يسار يسار. وش اللي ارتفع؟ ممكن بكرة بعده عادي؟ لا اليوم اليوم. لا لا نحتاج اليوم اليوم. اي الظهر اليوم. ليل ليل. أو اليوم بالليل يعني الظهر بكرة إذا مرة صباح. في رحلة الساعة 5 الفجر. أيوة. كم سعرها للشخص الواحد؟ الرياض اسطنبول طيران البيجاسوس بين ما حضرتك الشخص الواحد 1200 وزن 20 كيلو. 1200 وزن 20 كيلو. آه. حلو مرة. خلاص بس كنت بستفسر منك الله يسعدك حبيبي. تحت امرك يا باشا، تحت امرك يا حبيبي. الله يسعد قلبك يا حبيبي. يا سلام، مع السلامه. يلا جينا جينا يلا يلا جينا المطار على المطار. تاخرنا مره يا عيال. بعد لفلفه تقريبا اقسم بالله ساعه من مكان لمكان، بنسوي تحدي عيال تغيير الكفر الان، وتحدي قص شعر واحد من الناس. خلينا نشوف ايش بيصير معنا. هذه كل تحدي يصير هنا له مبلغ، يعني هذا ب 900 ريال ب 500 ريال ب 550. في تحدي والله انا ما اعرف كم قيمته قسما بالله، اسمه اطلب من شخص غريب انك تقص له شعره. اذا قصينا الشعر واحد منكم بيتقاسم معنا الجائزه. انا بسوي عرض 30% من قيمه الجائزه للشخص اللي ما عنده مشكله انه يقص شويه من شعره. شويه ولا كم؟ لا شوي. انا 30% شوي كثير. عندك؟ تم؟ بسم الله. بس اصبر اصبر اصبر، ما شلنا شيء، ما يقعد يقص. ما شاء الله والله ونعم. هلا من الجنب ابو سويحل الحليم منا. حاول تجيب من تحت من تحت. ايوه يا سلام عليك يا سلام يا سلام. دلعني دلعني من تحت. لا قاعد نوزل لك توزيع. يا سلام يا الحلاقة والله يا ضبطنا. يوه وريهم الكاميرا. اقسم بالله عالمية. بسم الله. طيب انت اللي بتفكها ها؟ ما شاء الله. حلوة 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 حلوة. كم 30 كم 30% منها؟ 30% منها احسب طلع حاسبة 42 ريال. احسب 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 حاسبة. ورانا سفرة يا اخي معليش. 42 ريال. مصدوم. اي 42 120 ريال. حلوة والله هنا حلوة. وانت تروح تقرب 10 ريال. ممتازة؟ ليش في شماتة؟ اشوف ما في شماتة. شماتة ما في. لا ما في شماتة. لا حلاقة حلوة. حلاقة حلوة. حلاقة حلوة. طيب اعطيكم في تحدي ثاني. حلو ابو السعد. احنا انا معاهم. لا انا معاهم هذول اخوياي ترى. ابو السعد ها 3 اشخاص خبي خبرك. يلا ابدا معهم. بسم الله. هذا صديقي ابو السعد. هلا والله بالشباب. كيف الحال؟ بس رهيب هذا. صقع في جدار ولا ليش؟ ليش؟ 1 2 3 والله اسخب واحدة. والله اسخب منك. كنت عايز. طيب 3 اشخاص غريبين. ابو السعد سوى تحدي 3 اشخاص. تقول خلطين خلطين خلطين. 450. حلوة 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 حلوة. من فيكم متزوج؟ متزوج انت؟ ونعم. انت متزوج؟ طيب التحدي حق انك تعطيه هدية مزوجين تجيب لهم كلهم 10. يحسب لك هدية. ايوه هدية 10. هدية مني لك. يلا خلاص. التحدي اللي بعده يا جماعة نفك كفر نغير كفر السيارة. والآن جاري عملية التغيير. يا سلام عليك. أقدر أحط اللي قدام ورا واللي ورا قدام؟ بدل لي إياهم. حلوة. غير كفر السيارة غيرناها. طيب ابحثوا ابحثوا. خلنا نبحث عن أماكن كيلومترات. لا تلعب على الكيلومترات لأنه ممكن هو يسافر جنبك ما تفرق. طيب كيف أنا أقول ابحثوا عن مكان ودكم تروحوا له. ليش تغيير جو؟ غير جو. اسمع مني. تفضل اسلم. انا اهلي لهم اسبوعين في صلاله عمان. وين؟ صلاله عمان. حلو؟ عمان حلو. جوها قاعد يصورون لي سنابات. جوها خرافي عظيم. حلو. تغيير جو. زياد على كذا انا بروح عند مهمتي اتقهوى معها. حلو؟ واقول لها الدعوه. امك هناك؟ امي هناك واهلي كلهم هناك. والله ابى اقولها تكثيف دعاء. اي تكثيف دعاء. العبها لعبتين. هنا وهنا وجوها يا عيال. انا ما طيب ما ادري اصلا دوروا يا طيب. يال في دايركت كم ساعة ورب الكعبة كم ساعة؟ ساعتين و25 دقيقة. ايوه مواصل يعني. كم كم ب 1500 شخص روحة بس. وش ايش فيك انت؟ حلو. نزلوها عيال بكرة الساعة كم قلنا؟
الساعه 12 الطياره جاهزه. هلا بالشيخ. جا 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 طلع بين الكاميرا. ورنا 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 عندي لك هديه. ايوه ورنا اول شيء. خلينا نشوف المزيونه. ابغى اشوف المزيونه. شلها يا رجال. حلوه. شلها شلها يا رجال. يا سلام ما شاء الله. هذا عرس كابتن ماجد. هذه هديه بسيطه غير الجائزه. هذه وجبه عشاء خفيفه تروق انت والشباب. مبسوط. يا سلام. الان لا اله الا الله. ايش بقى؟ غيرنا كفر السيارات، بدلنا اللي قدام باللي ورا، غيرت وسوينا حق قصة الشعر، وهديه للمتزوج. مين متزوج غيرك؟ انت. ترى هذا حق عشاكم كلكم ولا بكيفك؟ عادي. لا لا كيفكم، اجل عندكم. هذا التحدي الثالث. جيب هديه شخص متزوج. هاي سويناها 550. يا سلام. بدها على الحاسبه. بدها على الحاسبه. الحاسبه 200 اخر مره صح؟ اصبر، لا في واحده ما فتحتها انا الان. وينها يا عيال؟ غيروا كفر سيارة. يا رب يا رب 500 ثانية ولا 1000. 1000 لا 1000 مستحيل. 1000 لا 900 يا رب. كم هذه؟ 500 حزت 500. حلو حلو حلو. 500 تقريبا سيارة. 500 تساوي حلو 6000 تقريبا. طيب ايش نقدر نسوي؟ كم بقى لنا؟ كم بقى لنا؟ كم الحين في بالجوال؟ 5980 يعني 6000. باقي لنا 1000 تقريبا. 1200. طيب نبغى يا عيال نسوي حقة يا رب انها تكمل لنا المبلغ. حبيبي هذه لا يا اخي ابو شيخ. ما يا احمد. يا الله يا احمد الشدة يا اخي. وش في الجوال؟ بس دقيقتين وخلاص. وش في؟ اروح اروح قدام الناس. ترى 24 ساعة على التيك توك. يلا يلا يلا. ايوه احسن احسن احسن. ما بيجي يا احمد والله. عادي تكفى. ما ابغى اصور تيك توك. الله يا زينه. يمين الله لو ما تطلع تسوى يا عيال. تخيل 1000. تخيل 1000. اقسم بالله لو ما تطلع تسوى. اتوقع انها تروح. والله انك نزلت صراحه. نزلت يا رب 1000. يا رب 1000 عشان يا جماعه مقطع التيك توك هذا المعفن بحذفه. والله لا احذفه لو انها ما تسوى. بنزله وبحذفه وبحط رابطه تحت الزبده عشان عشان الذمه والاحقاق انا. ايوه اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رب 1000. والله يسوى. والله يسوى. والله يا زينه. والله يسوى. والله يسوى. نهدى. بقى لنا بدال 1500. خلاص 550 ريال. ايوه يقطع ام البحر يا عيال. والله الوقت قاعد يمشي يمين بالله. انا ماني متفائل خير ابدا. ناكل لحم. اي جوال. اقسم بالله ناكل لحم ني. ناكل يطلع 150 ريال. الميزانيه زفت اللي حاطينها بالمقطع. ايش نسوي؟ يبغون يسافر الباحه. ايش نسوي؟ لازم لازم كيلو باميه. مين ياكل لحم ني؟ كيلو باميه. اجين كيلو. ايش تبي؟ كيلو باميه. يلا 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 يلا. انا اللي اسوق من بدايه اليوم ترى. مكروب انا قاعد اسوق. ابغى كبده نيه. في ابغى واحده كذا ابغى اكلها. انا ابغى نيه واحده. نيه ليه؟ اي حاجه من الثلاجه تكفى. والله عندي تحدي ضد هذا. تكفى. اوه اشوف 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 اشوف. يا سلام. اشوف 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 اشوف. بس هذا بالجهه الثانيه. تكفى. وينها المقطع؟ وين حق المقطع؟ يوه وينها ابو سويحل؟ ايشي ايشي طراوه. اما براوه اما يلا يلا يلا. وش هذاك كله؟ كل هذيك نعمه نعمه والله. قلل الكميه. ابغى قطعه صغيره. مغسوله وجاهزه. والله مغسوله. هذه هذه قطعه واحده. قطعه واحده. يلا بسم الله. يوه تعلق هنا في بالعوم. ان شاء الله تطلع تسوى. دف امه دف امه دف امه. بلحم لحم لحم. اسمع كنك ناسي. دف دف. هذه بالعيد ناكلها. بالعيد ناكلها. بالعيد بالعيد ناكلها والله. تفضل افتح. انت اللي بتفتح تاخذ ان شاء الله. انت البطل والله. انت البطل يا ابو سحل. انت عرفته. اشوف اشوف. انا امشي بدون الموضوع فيه اكل والدنيا. اشوف بالله بشوف يا احمد. افتح. والله طلعت الفلوس. ابي اشوف قبلك. ايوه 700 700 700 700 والله. شكرا يا ابو سويحل. اقسم بالله عشت عشت. اقسم بالله عشت. زي ها 700 زي 700. اوه خلاص يا احمد. انت ضحيت. انت ضحيت. تعال مشينا على المطار. على المطار على المطار. يلا على المطار. باقي الرحله. خلصنا خلصنا. اي خلصنا خلصنا. السلام عليكم. مسيتم بالخير. معذره منك عمي بس عندها تصوير. مو مشكله صحيح؟ ما عندك اي مشكله انك تطلع؟ اهم شيء اطلبك منك شكوى. ليه امرني على خشمي؟ في طلب صغير. انا رايح اليوم. عندي مهمه برا. هلا حبيبي. شلون يعني؟ ابي الشماغ لحن تحمي عشان لا اطيل عليك. والله ودي اني اجربه. انا جاني تحدي انه ما شاء الله عجبني لونه وتصميمه. ودي اني اجربه. في قلم كرتين بعد. لا يا حبيبي لا عشان لا يفهمون غلط.
بس ابي الشماغ لا هنت اقل من 3 ثواني احطه على راسي واشوف شكله. ماشي خلص لا هنت لا عادي عادي ما شاء الله لان ما شاء الله عندك الملزام والكسرات. يا سلام سطام اخوي ما سوالي يا سلام يا ابو زعيم الله يعزك يا سلام هذا هذا حق التداول. طيب خلنا نشوف كم سعر هذه. تعال 550 شفتها بسم الله. يا سلام يا سلام الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. احرقها انا بحرقها الان يا الله. احرق يا ابوي احرق يا الله. بركب بركب الان شو نسوي؟ نرجع نبدل احجز الرحله اقرب رحله موجوده. ايوه على المدينه اللي ما راح نقول اسمها. بشوف ابو سويح شوف ابو سويح المتابعين هم مفاجاه بس احنا نعرف كل شيء لان عشان الرياكشن. ايوه عشان انت منح المقطع وفاكر الله. طب تدري شيء انا ادري انه في المطار بنشوفه بشوفه قبل ما نطير. ايوه يخالف خليك بس نشوف المطار حتى الناس اللي هنا ما ادري والله وين بنروح. زد اني بفوز في المقطع هذا لو 24 ساعه بالطياره. اتوقع اني بعلم يعني الشرطي اسمع الشرطي ترى احنا رايحين هناك. يمكن انك انت الشرطي. السلام عليكم اخوان الكرام. هذا برق صديقي. هذا ما قبل السفره رحنا نريح خذينا شاور سريع. ابو سعد لعله خذ غطى رحلتنا 11 الصباح يعني عندنا تقريبا وقت ممتاز. هذا برق صديقي قاعد يعلمني كيف اصور لاني بروح لحالي ما معي مصور. هذه الكاميرات بناخذها معنا. طيب الان بروح بشوف ابو سعد ايش قاعد يسوي. ابو سويح الفغرفتي باذن الله تعالى باذن الله تعالى ان احنا نوصل بالوقت المطلوب وما نتجحفل بالتاخير. اي تاخير بالرحله انا لست يعني ما لي علاقه. الساعه 11 الاقلاع الوصول اتوقع 3 العصر 3 3 ونص يعني قبل موعد انتهاء المقطع. وزناها توزينة بنت لذينة. طيب شيء اخير قبل اروح للعيال كلنا مواصلين الا ابو سعد يعني ها سحب شوي لكن انا مجهز طقم. كلمت عبد الله ايجل امس قلت له عبد الله ابيك تجيب لي الاطقم هذه لان ابو سويحل والله يا جماعه انه ما يدري وين احنا رايحين. هل احنا بندخل ما بندخل انا بسافر اهم شيء اني اوصل مدينه بعيده وارسل لوكيشن ارجع متى ما ارجع عاد ما يخالف. انسمي بالله قام من ظهر الله تكفى خل نخلص خل ننجز خل ننجز خل ننجز على المطار. طبعا عزوز وين؟ عزوز سبقنا بسم الله. ها وصل المطار. وصل المطار يا والله سويناها. ها والله سويناها. سلموا فينا الرحله الرحله يا ترى باقي 50 دقيقة بس. ايه مستحيل ايه جاي بالورقة؟ ايه بس اللي معي؟ ايه والله جمع فلوس والله احنا اغرب يا عيال. انا هذه كنت اول اقدر انزلها وارفعها ما تنزل ترفع. ليش؟ ما ادري تقدم وترجع. صورتكم تمشون المطار صورني وانا امشي معكم المطار. اذا وصلنا هناك ايه. تركيا ايه ايوه هو يمديك تزود فلوس. زود فلوس طبعا اي شيء نسويه ياخذ فلوس. نبي نشتري ملابس شيء اكل منه كل شيء. ابو سويحل ما يدري احنا وين رايحين والله ما يدري. بنمشي الفيلم على انه ماليزيا. تمام ماليزيا وجيدة ماليزيا ومسلمين وكذا. ايوه المطار بوم بومباي كيف زين ممتاز خرافي. ليش تصور؟ انا الناس توني مريح. هذا وش؟ مساك الله بالخير. تعال تفضل معنا. يا عيال قلت انا مو مهتم بالله وش ويه؟ تفضل معنا. والله بيصير فيلم ماما. تفضل. هذا قاعد يصورني والله في شيء. لا نفسك. بنروح الهند؟ لا لا بنروح ماليزيا. وين؟ من الهند؟ اي ماليزيا. تستهبل فرنسا. سويح البشر. ورب المصحف جامد. والله جامد. والله. بنروح ماليزيا تم بزنس الى ماليزيا الطيران الماليزي خرافي. تلبسه صح؟ تلبس انت بس امسك. ايه ايه انا لابس كيف تلبس؟ جرب شوف كيفي؟ ما اتوقع. خلينا نشوف. اشكر المطقم اقسم بالله حريقه حريقه. كيف تكفى بشوف انا. في حاجه مهمه احتمال المطار ما يدخلنا كذا. المطار بالوزره ما يدخلك. انت بيدخلك. انت بيدخلك. ما في تكتيك. اذا دخلنا نسوي نفس ما لا 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 هي هي لا لا صعب. سمعت ما في احد سافر بوزرة وتركب بزنس كلاس. والله ما تسافر فيها والله. والله والماليزيين كلهم. بس ماليزيا ما بتفوز. العمال اللي يجون من هنا ترى ماليزيا طيران فاخر ما يمديك تركب تلبس وزرة فيه. لبسهم هذا يا احمد ترى لبس شعبي عادي. لا هذا طيب اسمع صار على محمد البس سروال وخلي الوزرة معك وصلنا هناك. ايوه لا لا اسمع اسمع البس سروال فوق الوزرة هذا هذا وسخ الوزرة. يا سلام الخطة كالاتي. هذه ما نحتاجها. هذه حقت ابو سويحل وهذه ابو سعد وهذه حقتي. عندنا اشكالية. هذا ما راح يدخلونه بالوزرة فجاب سروال وانا بدلت احتياط وهذا بيقدح الله يوفقه
ولكن اقسم بالله لو تجيني بسروالك بس، لازم تركب الطياره لازم ثلاثه. اوكي. فملابسك تبدلها اذا صار شيء. انا ملابسي جاهز. اول ما نركب الطياره نبدل ملابسنا، ننزل هناك بالزي الرسمي حقه. ايوه. توكل على الله تبدل. اي والله لا بدل معكم كلنا يا عيال. بسم الله. يلا. توكلنا على الله يا جماعه باذن الله الفوز لنا باذن الله. حيا الله صهيب. الله يحييك. راح نرحب بصهيب يا جماعه الخير. صهيب ترى جبت العيد قبل شوي قدامه. حبيبي انا هبدل الماره. ليش تقول الهند؟ ليه تقول الهند؟ هو يحسب الهند. عن جد الهند؟ ايوه. اقسم بالله ما عارف. طيب انا شفت اللي لا تجيب العيد مره ثانيه لانه ما يدري احنا رايحين الهند. تمام. صهيب واللي بوصلنا المطار والله ما بعرف. ما يخالف ما يخالف ما يخالف. مع السلامه. وصلنا صلاله. الجو من برا واضح انه دينامي. بابا من هنا لا لا في شيء في معلومه في معلومه في معلومه في معلومه فارس الجو ايش؟ استوائي. يا عيال وصلنا فارس يقول الجو مو بارد ما هو حار. قلنا له طيب ايش؟ الجو استوائي. هاي يا عيال بدخل الحين بالجروب من قلب بن عامر الفريق الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. دز اللوكيشن. لوكيشن بحط شير لوكيشن كذا. شيرنا اللوكيشن انتهى. يا رب توفيقك والفوز. ودعم. هلا هلا باللي نكملها. الله يكرمكم. هذا وش قدامك؟ حمام. حمام والله بس هناك في مويه وشغل. تاخرت. صور. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا الان مسافرين اليوم انا والشيخ ركان مسافرين باذن الله التركيا علشان نفوز ب 50000 ريال. 25000 50. انا اشوف ان هذا لوكيشن مناسب. تعال هنا. تعال. ترت اللوكيشن هنا. والله هنا قدام المطار. اي والله هذا المشكله انه ما في وقت في الرحله. يا الله يا كريم والله لو فزنا في ذا المقطع. أوه. يا بفرح فرح يا بفرح. دخلت يقول لك ارسال موقعك هاي بدقه 26 متر. اصبر اصبر لين ترسل. ارسل غير دبوه الدبوس. يا عيال طيبه. هل تفكرون بما فكر فيه؟ نبعد شوي من الدبوس. نبعد شوي من الدبوس. ندفه بي. ايوه. لا 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 احنا ما يجوز. لا امين ما يجوز بعدين داخل فلوس حرام. اي والله. ايوه ارسلنا الموقع. يعني احنا يا عيال هذا ثور. اصل غلط. لا والله انه صح. شوف الا الا صح عليه. ايوه انت هنا. العيال تاخر اقسم بالله مره. انت المقطع. لا توترني لا توترني صهيب. لا توترني ترى. شيخ مو بقاعد يرد مو بقاعد يرد مو بقاعد يرد. قاعد يتمشى. يلعن ام الغبنه قاعد يتمشى. يا عيال بسرعه. طيب يا ابن الحلال طيارة بتروح اقسم بالله ما ترول. يمين بالله ان تروح الطيارة يا الزحفين بسرعة. يا اخي والله العظيم انك مستعجل مرة. صبر تفكر بسرعة بسرعة بسرعة. تعال ماذا ثاني ابو السعد. انا بكون في النص لان المرة المكان ضيق بيفقع شنطة ولا شيء ثاني. تكفى يا ولد استعجل اقسم بالله بتروح الرحلة يعني وتأخر في هذا. باقي على الرحلة ساعة وخمسة واربعين الى ساعتين وانا الى الان ما قصيت بوردنج ومخليكم على جوكم. من الزول نطلع من هذا بدون فطور بدون اكل. يا عيال الان ما حد فيكم بيطلب اي حاجه لين ما نقص البوردنج. اذا قصينا البوردنج بقول لكم اطلبوا اللي تبغون. ترى 50000 50000 جائزه. ترى انا موديكم بزنس. يا سلام ما شاء الله. يا سلام كلنا ولا واحد؟ واحد بس. مين الواحد؟ لا والله اسمعني انت ايش سويت؟ واحد احمد تبغى بزنس؟ ايوه. ليه تتكلم جد؟ لا لا والله صادق. ليش ليش مو بزنس؟ ليش يا ربي ليش؟ دقيقه انا ايش انا ايش؟ بالله ليش مو بزنس يا احمد؟ انا اللي دفعت من جيبي على البزنس. طيب لا لا اجيب والله. ثواني ثواني خل فلوسك. رحله قصيره بس المقطع احنا اتفقنا فيه في البدايه. وش محلك سوكسي؟ انا حافظ واحد خلاص والله ما ارضى. والله ما يدخل ابو شايع. حاجز باسمي المقعد. طيب انا شلون؟ خلاص نبدل ما حد يا اخي وزرك. ما اكلم كاميرا خفيه. ما اكلم كاميرا خفيه. كلكم بزنس. يلا يا سلام يا سلام. بزنس رخيص. طيران ماليزي بزنس رخيص. لي غرفة خاصة كذا. ايه غرفة خاصة وفيها سرير. أول مرة تروح بزنس صح؟ أيه. احلف والله على السؤال. والله؟ والله أول مرة أطلع بزنس. طيب أول مرة تسافر برا المملكة؟ ايه قول والله. أول مرة برا المملكة؟ أول مرة. بيروح ماليزيا بزنس. ماليزيا عاد كثير عوائل يروحوا ماليزيا. بزنس ترى. مالي مالي. خلف الكواليس سوالي في التليفون. شو كانت فكرة الشورت أحمد؟ شو سوى شورت مع أحمد؟ أوه شيت. طيب طيب دائما إن شاء الله. المهم في نقطة الهند. ليه؟ ليه؟ اقسم بالله بالغلط مليت. الهند؟ الحماس الزائد. والله بالغلط مليت. والله اني دريت من اول ما جيت يوم قال ماليزيا اعطاني اللبس قلت ايه ممكن صادق. الهند؟ انا اقول لي قاعد يصور. ابو
مسوي احنا زلينا ترى بالكلمة تو احنا بنروح ماليزيا مش الهند بس هذا مقلب شوف الكاميرا مصورين مقلب الله تبيني جاب الزعل والله مقالب كيف ردت فعلك والله حسيت احنا صدق قال لا لا تخاف تخاف لا 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 طيب وصلنا الان يا جماعة ما في تصوير لين ما قص البوردنج اذا قصيناها بشروب الروقان بتصوير ما قصيناها وطارت الطيارة اقسم بالله لا ازعل زعل مو طبيعي اي والله لا ان شاء الله نلحق هذا كله باذن الله نلحق يلا توكلنا على الله توكلنا على الله يا جماعه جوالاتكم ادعونا ادعونا شكرا صهيب دعواتكم يا جماعه البوردنج انقطع تبشركم ابشروا بالخير امسك يلا 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 خذوا اغراضكم كامل هات يلا يا عيال تكفون ما في وقت قم يلا يا ولد يلا امشي 2 اي يا عيال هنا 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 2 سي 2 اي انا عند الدريشه بسم الله يعني بزنس ومحليو على قيمته الرحله كلها على بعضها ب 7000 شفت اكيد انها نعمه بسم الله اخوان الكرام هلا يا ابوي استودعناكم الله الى مومباي الهند السلام عليكم بسم الله الحمد لله على السلامه الله يسلمك الله يسلم بسم الله انطلق بسم الله يا جماعه الخير مومباي احنا الان طالعين من المطار وصلنا بسم الله مومباي الهند محمد وين رايح؟ وين رايح؟ مطاعم هذه ما نروح لها لو ايش؟ ايه هذا انظف مطاعم لازم ناكل شيء ناخذ قهوة ناخذ سواق ندور مطعم كويس ونروح له طيب ليه؟ افضل يلا. مطاعم في المطار ونرسل اللوكيشن حق موقعنا من المطعم انا أيوة. عندي جدول حاجز من الحين يا عيال ها والله عندي جدول حاجز من الحين ها بروح بقالة طيب بروح المنتجات الهندية الغريبة تمام السلام عليكم يا الشباب احنا الان وين احنا قدام واحد من انظف المطاعم من انظف المطاعم في مومباي مومباي طيب تفضل اطلب بس واحد لازم تمتل شوي بس واحد بس عيال لازم شبكه شوف كيف يرجع الخبز رب المصحف ما اكل يلا بسم الله خلينا نجرب تبي تجرب في ناس يجرب تبي تجرب انت خلينا نجرب انا ما ابغى تبي تجرب انا امي وصلتني ما اكل من هذا ولا طيب هذا ايش رايكم بهذا راح تجرب سوزاس والله العظيم مشردين هوملس معنا عفشنا قاعدين نمشي اولا الله يعطيكم العافيه الله يعافيك من وسط الهند الان راح نرسل اللوكيشن يا الله يا رب انك من عند ايش والله يوفقنا ان شاء الله والله تعبنا والله تعبنا اقسم بالله مره تعبنا يا جماعه تكفون دعمكم يا اخوان لا تقصرون معنا وانفزنا ابشروا والله بالتضبيط ارسال الموقع ارسال يعطيكم العافية يا شباب يا سلام أرسلت. أرسلت كم كيلو؟ شو كم كيلو يا حبيبي؟ احنا من الفهاوة احنا من الفهاوة ما احتملنا طيب شوف وجهي تعبان انا فزنا؟ فزنا كيف حمار انت؟ ايه كم كيلو؟ ما ادري طيب لازم نرجع ونشوف النتيجة غلام يا اخي يلا يا اخوان يا رب نفوز يا رب نروح من المطار مرة ثانية عندنا رحلة بعد كم ساعة الله يزعج الله يشغل الله يشغل كلام سكنية كلام سكنية السلام عليكم نشوفكم في مدري وين يلا والله يا ربي عيال والله احنا تعبنا مره ترى كله تعبنا والله كله تعبنا الزول يا عيال حلبنا منه الناس صلوا على محمد الجميع تعب والله الكل تعب ما حد يختلف صح وهذه حاجه مني انا بعيده لان المقطع بقناتي بتقييم الناس اكثر تيم بدع في صناعه المحتوى له جائزه خاصه له حلوه على كل اشتراك لهم ريال الله حلوة حلوة لمدة 24 ساعة على كل اشتراك لكم ريال لا 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 يا شباب شباب لا لا سمعت شيء وصل اسمع كل شيء بقول شيء يا عيال سمعت اشاعات تقال والله وتالله انه يقول في كل الفرق تعبوا صح سمعت اشاعات تقول انه في فريق راح بزنس يلا خذها هذا والله ظلم طيب نتكلم مين هذا الفريق؟ تفضل مين هذا الفريق؟ طلعنا البزنس من ميزانيتنا ايوه طيب وقف 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 افتح الطيران الان وادخل على الهند رايحين الهند شوف كم قيمة التذكرة 300 ريال 400 ريال قيمة التذكرة العادية والله رجل في الأرض بلف بزنس بلف 1000 3000 ايوه طيب عادي لا وكيف البزنس حقهم؟ بزنس حقهم كيف؟ ما بقول اسم الشركة
لكن الشركة اللي يخبر خبركم. أيوة. أقسم بالله إني نايم بالأرض. والله. يمين الله إني ماخذ بزنس وإني نايم بالأرض من كثر مش مش. تمام. عندي تصوير الجوال. أيوة عندي عندي. تصوير الجوال شوفوا. أيوة. ما عندي مصور وجبات أحمد في الطريق. هو حيتكلم يا جماعه بماني بديت انا احنا رايحين الهند هو حيتكلم وين راح احنا اعتمدنا على الابيليتي القوه القوه اللي ما حد يقدر عليها شغلنا الالت يعني اوكي ايوه اعتمدنا على دعوات الوالده شو الوالده بيتكم لا مسافره لعمان تحديدا صلاله رحت لما لين عندها كم لها مسافره كم لها مسافره وين حدود الشهر قلت يمه ادعيني انا جيت عندي سويت رحت صلاله طيب يمكن دعوتها حمتك من ضرر بيجي بفلوس الله اعلم وين رحتوا هذول عمان احنا اللهم لك الحمد رحنا الى تركيا وعندي احساس عالي اني والله زيتك يا ربي ليش احمد تدري ليش احمد تركيا فيها تكتيك عالي؟ لانها في النص وجنبها خلي الان يشرح، اشرح الان قرب من المايك واشرح. طيب ابي اشرح لكم الان ليش في دوبيس كثيره على الخريطه. اوكي. ابغى واحد يتساءل ولا حلله. انا اتوقع اللي حسب ما يبدو لي الان انه تقعد تشيل دبوس لين ما يبقى الدبوس صح نو تكبر توتر زياده ما نبغى الشرطي وين راح؟ نبغى الشرطي الان. وين؟ مين الشرطي؟ مين الشرطي؟ الشرطي بعد شوي راح يدخل عليكم ويبدا هو يشيل الدبابيس. بس اوكي دقيقة على شيلة الدبابيس ايش يعني؟ ما فهمت. بيجي شرطي الان اللي احنا ما ندري عشان تفهموا يا جماعة والله العظيم اني ما ادري مين الفائز ولا ادري مين الشرطي والله اني نفسي نفسكم. حلو. الشرطي بيجي الان بيشيل الدبابيس؟ اذا شال دبابيس بيشيل دبوس دبوس يعني هذا اوت برا برا ما سافر الدولة يعني هو الان ما سافر الدولة هذه يعني شوف يعني لو شرت لو صلت لو شلت دبوس من امريكا يعني هو ما راح يعني انا ما رحت امريكا فهمت يعني اخر مكان يعني اخر مكان بيبقى فيه الدبوس هو هنا الدبوس الرابع هو حقه حلوة الان الدبوس حقنا احنا هو دبوس الهند يلا تيمي الهند الدبوس حقكم انتو عمان دبوسك انت تركيا اللي هي هذا احمد الاخضر احمد دخلنا الشرطي منهم يعرف منهم والله بيعرف يعني توتر انا محتاج بيعرف الله فترة اجازة نبي فلوس يا اخي اصبر خلني اتوقع كذا واحد مستحيل دار ناصر فضل وين ناصر اجازة شهرين راح امريكا نصر فضل مسافر نصر فضل اللي ما يعرفه هذا اداري ولكنه مسافر خارج المملكه طلع معك المكسيك طلعوا طلع باجتماع المكسيك طلع لكم اللي كان شايل الليل الحمد لله اذا راح امريكا رحنا فيها احنا ناصر فضل لا مو بحركه بطك يمين ويسار بيجي قبل لا يجي عطنا خبر يلا خلص علينا سلام عليكم يا الله يا لطيف يا المنظر الجبار ومر السعادة يا سلام قسما بالله يا اخوان بعيدة عن المحتوى والله اني ما ادري وين الشباب في افريقيا نشارك ثلاثة وين رايحين بالضبط والله يا اخوان ما ادري وش السالفة قالوا لي اختار دولة تبي تسافر لها وترجع حتى ايه وفي معلومة العيال كلهم الافريقي كل المشاركة ما يدرون مين الشرطي ولكن يا اخوان انا بنفسي ما راح اقول لكم وين رايح الين ما اوصل للمنطقة او الدولة اللي انا ناوي اروحها فاذا وصلت صورت لكم وبس والله ما اطول عليكم سلام عليكم الان توزعوا ثلاثة الاتيال يلا يلا عطى مساحة للكاميرا لا احد يغطي هذولي ثلاثة ايوه وانتوا ثلاثة ايوه بيان اسالك بالله ما في تربيط لاخوك اقسم بالله ما يدري يلا دقيقة انت سافرت من سمح لك انا ولي امرك يا ريان ما سافر يلا يلا بس يلا يلا ريادك ويرحم والديك ركزوا معي انا ادري وين انتوا سافرتوا ثلاثة اوكي ولكن ويشهد الله اني انا سافرت وانا ما ادري وينكم يعني دريت بعد ما جينا بدير ما بعد ما جيت وعرفت اوكي حلو
طيب يلا جاهزين ابدا؟ اسمع اول شيء بتشيل اللي ما رحت له صح؟ ايوه بتخلي لين مكان حقك بخلي لين المكان حقي يلا احنا نقوس يعني ولا شو نسوي؟ بعدين يبان بعدين هو بيعني هو بيعني طيب يا اخوان خلونا ابدا سوينا كت بسيط غيرنا اماكن الكامات لان هذه لحظه مصيريه فبتكون في كام زوم ان على الماب وكام علينا وكام وايد عليكم كلكم بسم الله تفضل بسم الله يا عيال انتوا الفريق رحتوا عمان صح وانتوا تركيا تركيا, تركيا. وانتوا الهند هلا وسهلا مرحبا كيف الحال طيب هذا وش هي طوكيو لا مستحيل والله لك مستحيل مستحيل ما رحت هذه وش هي منغوليا تكفى لا شيل شيل من الجهه هذه شيل من الجهه شيل من اليمين شيل من اليمين لا 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 خلوه لا تكفى يا ريال هذه وش هي يا عمي يونايتد كينجدوم مستحيل اسبانيا لا حلو ما راح اوروبا يا عيال ما راح اوروبا الجيريا لا حلو حلو حبيبي رايح امريكا ركز الجيريا لا مصر وين مصر مصر ام الدنيا تحياتي يلا بس لا يا تمام يا عيال ابغى يروح افريقيا ابغى يروح افريقيا بولندا لا بولند لا شيل المانيا هذه ما رحت لا 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 كمل على استراليا مستحيل اروح استراليا ايوه 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 مستحيل مستحيل تروح تايلاند وين مستحيل لا 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 مستحيل هذه وش كولومبيا كولومبو اي كولومبو كولومبو لا سريلانكا سريلانكا ليه ليه ما رحت هنا صح ما رحت اليابان الا يمكن خلو اليابان كازاخستان لا مستحيل كازاخستان كوريا لا المانيا لا فرنسا لا يا عيال بشر من امريكا بنفوز ايطاليا لا حلو اوروبا راحت روس ايش هذا رومانيا لا راحت جنب تركيا بعيد هاي وش اليمن شوف اللي في النص السعودية يا عيال انا كنت انا هنا شكرا في السعودية يمكن بشر السعودية بشر السعودية يا رب يا رب يا رب العراق لا يا رب يا رب بشر السعودية عادي هذا وش الكويت لا اوكي يا حمار اذا بس السعودية فاز عمان لا ابعد واحد يا ابعد فريق هذا والله ما يدري والله لا 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 ابعد فريق ابعد فريق عيال اللي صار شو وضعه عيال اللي صار شيل اللي صار وين اللي صار اوه هذا وشو شيل 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 هذا يا فريق الاعداد والله وشو انا المكسيك مخل مخل شوي رايح نفسي لا يعني المكسيك هالفريق سلمت على الفريق ورجعت شيل 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 البرازيل لا هذه وش لا ارجنتين ميسي راح تكلمت عليه هذه لا بيرو مستحيل فوق شار فوق شار ليه ما شفتها خلها هذه وش ماليزيا لا ايوه كمستكا لا ايوه هذه جنبنا وش هذه شلها عادي هذه وش ماليزيا لا خلوه ماليزيا هذه وش وش يا بس يلا الصين اوزباكستان لا يا عيال يا عيال تركيا حقتكم ايه هذه وش ليبيا لا هذه الهند هذه الهند يا شكلها تركيا فازت يا عيال ابعد مسافر افريقيا يا عيال مسافر افريقيا تحديد تحديد مع السلامة باكستان مع السلامة الحمد لله افغانستان مع السلامة يا سلام بقي تكبر يا جيلة ايش هذه؟ السودان تحياتي نحن السودان لا يا شكلها هذه وش حلو اثيوبيا اثيوبيا لا ساوث افريكا لا الحمد لله الحمد لله يا عيال لازم يصير هذي اذا صار هذي بنفوز يا عيال هذي وشي اذا صار هذي بنفوز يا حل عمان هذي المناطق طيبين هذي لا باقي خمسة هذي وشي دبي مع السلامة قطر لحظة لحظة وقف 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 خلينا نحسب حسبة يا عيال ايه السويد موجودة في واحدة بأمريكا في المكسيك هذه هذه خطا بس يا الله المكسيك واحده من الجنتين اصبر السويد وش وين مستحيل السويد مستحيل يا رب والله المكسيك كذبت عليكم ما رحت اكيد بروح طيب مين بقى مين بقى مين بقى باقي هذه وش هذه السعوديه السعوديه يا هل عمان توقع رحتها ولا انت دكيت هنا ولا طلعت اذا رحت لا اقول لك دكيت في الباب لا والله ما يا رب اصبر يا رب المغرب يا رب المغرب لو شال المغرب لقمنا لو شال المغرب لو شال المغرب احنا ودعنا ايوه ليه لازم يبقى المغرب لازم تبقى المغرب لازم يبقى الان كم باقي دوله باقي المغرب وتايلاند وماليزيا احسنت طيب اختار اختار واحده يا تايلاند يا المغرب يعني رحت ماليزيا لا اختار واحده نشيلها ويقول لنا اي ولا لا ها
لا لا خلو وش هو بسمه خلو الواحد صوت يعني الواحد صوت الواحد صوت مو وقت خلك شيل أشيل شيل يا اخي خلاص عليك باقي ثلاث مدن باقي ثلاث مدن خلي رمضان فايز هو حتى بنضيف تحية خاصة لأهل المغرب أحبكم بالذات السلام عليكم يا إخوان وصلنا الوجهة وصلنا يا إخوان وين تتوقعون بسم الله جاهزين أوريكم يلا خذوا هذه خذوا الصدمة يا لطيف البحرين امزح امزح خذ الصدمه الثالثه الوجهه هذه ترانزيت عشان اروح الدوله اللي انا ناوي اروحها يلا خذ المقلب هذا يلا ما عليه بس ولكن حطوا شيء ببالكم ورب الكعبه كل هذا عشانك يا عزيزي المشاهد عشان تستمتع اقسم بالله يا جماعه اني رايح الدوله اللي بروحها الان صدرت يعني بكره انا راجع الرياض عشان ايش عشان اغطي كاس العالم ولكن كل هذا عشان نمتعكم بالمحتوى اي والله وبس والله سلام عليكم يا اخوان ابشركم وصلت بالسلام اللهم لك الحمد واضح ان وجهي متفقع نمت تقريبا 6 ساعات الرحله مدتها 7 ساعات للحين ما ادري او ماني قايل لكم وش الرحله مان شوف الان راكب باص ورايح على فندق عشان اريح لين العصر وبكره رحلتي باذن الله اخوان الى الان ماني قايل لكم ايش الدوله شيكوا اتوقع تعرفون شيكلي على الطبيعة أول ما أوصل الفندق راح أقول لكم أنا وين بالضبط وبوريكم أو بروح مكان كذا أسطوري أستكن فيه وأقول لكم إيه بالضبط أيوة شوف 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 لما احتلكم قبل شيء ولكن الآن بروح أدخل أخذ لي غرفة بطلع برا أشوف الأجواء والطبيعة الجميلة السلام عليكم يا أخوان وصلت إلى الدولة اللي راح أكون موجود فيها جاهزين؟ اوه طلع العلم كنه الزبده بوريكم شوفوا الخضار يا اخوان شوف شوف جاهزين اوريكم العلم يلا خذوا هذه يلا اي نعم يا اخوان انا بتايلند ورب المصحف انا وش اللي متحمس فيه اكثر شيء يا اخوان رده فعل العيال وهم يدرون اني شرطي فيا لطيف الطف رب الكعبه اني متحمس رده فعل العيال بشكل ما تتصورونه تشوفونها ان شاء الله بالمقطع اتوقع انهم راح ينجلطون متاكد 100% يا اخوان انا سافرت تايلاند هذه ايه حرام احمد هذه تخصى من قيمه الجائزه ايوه والله ما كنت ادري جعلها بذمتي اني ما كنت ادري انه راح رفع السماعه يجعلها بذمه امي وابوي انه ما عاد انه سافر مبروك والله اللهم لك الحمد والله المبروك والله المبروك والله مبارك طيب يا اخوان اتمنى من اعماق قلبي انكم استمتعتوا بالمقطع والله ما تدرون قديش المقطع متعب وخذ مننا مجهود واشكر كل واحد شارك وكل واحد من الاعداد المقطع مسكوه الفريق بالكامل ما مسكته فشكر خاص لكل اللي مسكوا المقطع هذا من الف الى الياء واذا استمتعتوا يا جماعه ضروري تكتبون لنا انطباعكم تحت في الكومنتات اكتبوا لنا ارائكم لا تحرمونا باللايك والاشتراك قنوات الشباب بتكون كلها بالوصف واذا ما كانت بالوصف اعرفوا ان اللي مسك المقطع هذا رخصه مرتبه 30% مسؤوليتك يا رامي تكون بالوصف وايضا اكتبوا لنا اكثر فريق مين استمتعتوا معاه في الرحله اللي بتكون لها جائزه خاصه على كل اشتراك ريال لمده 24 ساعه تاكد انكم حاطين اشتراك الف مبروك الف مبروك الف مبروك في الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم شكرا لكم